تخرج الأكاديمية الافتراضية الطبية، تقدم لكم محاضرة بعنوان أسبوعين دكتور محمد بريكة. قبل ما نبدأ المحاضرة بس في تنبيه، الأول إنه في سؤال الدكتور بيطرح سؤال، خمس فائزين سحب على كتب من تاريخ الدكتور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه حيكون في تكريم بعدين، اللي عنده استفسار أو سؤال عن المحاضرة بعد التكريم استفسارات بعدين السحب على الجوائز. السلام عليكم. طبعا في الاول احب اشكر نشر الاكاديمي فور ادفانس ديسيبلينز، طبعا بشكر كل الحاضرات والحاضرين، وبتبقى فعلا حاجة جميلة جدا الإنسان يعني يبذل مجهود علشان يحصل على العلم، دي أجمل حاجة في الدنيا. وطبعا أنتوا عارفين يعني في حديث كتير من السلام في ده، على أساس طبعا إن فعلا العلم هو أساس الحضارة، هو أساس الوقاية بالإنسان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أصلا خلقنا عشان نعبده. طبعا اللي يخشى الله سبحانه وتعالى هم فعلا مين؟ عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطبعا أنا سعيد جدا بوجودي معاكم هنا. وطبعا طالما في حفظ كده على العلم فأنا طبعا أحلى أمركم في أي حاجة وفي أي وقت. صوت ضعيف؟ لو الصوت ضعيف أو أي حاجة أو الصورة مش باينة قولوا لي. طيب النهارده هنا نتكلم عن توبيك اسمه ذا سباين. سباين اللي هو المقصود بيه طبعا الفيرتبرا كولم. الفيرتبرا كولم طبعا ذا سباين هو على اعتبار ان اغلب الحضور ناس ليهم علاقه بالفيزيوثيرابي او الاوكيبيشنال ثيرابي او الريسبيراتوري ثيرابي، كلنا لينا يعني انترست كبير جدا في الاسباني ولازم نكون فاهمينه كويس. لكن طبعا في الدراسه العاديه بيبقى مفيش وقت علشان يتقال يعني بطريقه يعني مناسبه. فطبعا هنا نحاول بقدر الامكان، طبعا الاسباني بيؤلف فيه كتب مؤلفات يعني بالاف الصفحات. طبعا دي تحدي تشالنج كبير جدا ان انت تقول سباين في ساعتين مثلا. فعموما احنا طبعا مش هنتعمق في الامور قوي، يعني احنا انا هدي لك فكره وخد بالك تكفيك كراجل يعني تكفيك كبدايه كراجل شغال في هذا المجال وهذا الفيلد. فان شاء الله رب العالمين يعني دي كبدايه تبقى المحاضره مع كل واحد فيكم، يعني عينها لما اخليها معاك هتبقى ان شاء الله رب العالمين ريفرنس هتستخدمها اكيد في المستقبل ان شاء الله، وما تخليك في حاجات تانية، فتح لك طبعا حاجات تانية كتير. لكن ما هياش دي كل الديتيلز عن سباين، تمام؟ احنا بس هنقول ايه؟ يعني خلينا نقول انتروداكشن في سباين، لان هو يعني في ناس بتقضي حياتها كلها من 30 40 سنه في سباين، يعني حياتها العلميه كلها في سباين، وبرضه في حاجات كتير جدا لسه ما نعرفهاش، لدرجه حتى الان لدرجه ان في اكشن اوف ماسلز، اكشن اوف ماسلز حتى الان مش معروفه. تخيل ما عندي حاجه بسيطه جدا انا اكشن اوف ماسلز، ده حاجه برضه القرن الماضي يعني. بس الى الان زي ما تشوف في بعض الماسلز لا نعلم اكشولي ايه الفانكشن بتاعتها او ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. ببساطه شديده هنتكلم عن السباين كاستراكشر، يعني هنتكلم الاول عن البونز اوف ذا سباين اكيد هتبقى عندكم فكره كويسه عنها، وبعدين هنتكلم عن الجوينتس اوف ذا سباين، ليجمنتس اوف ذا سباين، ماسلز اوف ذا سباين، اند موفمنتس اوف ذا سباين. اللي هو في الاخر المفروض ده كله في النهايه عشان تبقى عندك فكره ايه الموفمنتس اللي ممكن تحصل على السباين ومين اللي عملها، عشان لو في مشكله تبقى انت تعرف بعد كده تتعامل معاها. طبعا زي ما متعود معاكم انت تحب نتكلم كده يعني فرانك اراب عادي صح؟ ولا تحبوا نخليه يقول انجلش؟ يعني كده عشان نبقى يعني ايه مع بعض يعني فهمنا. ولو في اي مشكله برضو لو في صوت مش واضح صوتك او انت مش فاهم حاجه او كده زي ما احنا متعودين دايما عادي ممكن توقف مفيش اي مشكله. طيب مش
مشكلة الشرح اللي الواحد مش كده صح؟ البوينتر ده باين؟ باين؟ ده الصغير ده المشكلة ده. طيب بالنسبة للسباين أو البوينتر أوف ذا سباين، طبعا لو جينا نعرف السباين زي ما كلنا عارفين، السباين is a series of bony blocks. series يعني إيه؟ سلسلة of bony blocks يعني مكعبات من الإيه؟ من العظام. هذه المكعبات من العظام اسمها إيه؟ vertebrae. يبقى the unit of forming the spine is the vertebrae. vertebrae of the spine. مش نافع الكلام. طيب مفيش منوس. اوكي. تمام. يبقى these are the bony blocks اللي انا قلت عليها. these are the bony blocks عندنا هنا اهو. these bony blocks are connected together by intervertebral discs. تمام؟ الانترفيرتبرال discs دول زي ما هنعرف ان شاء الله بالتفصيل بعد كده ليهم تركيب معين، وهنتكلم ان شاء الله عن الميكانيزم اوف disc collapse، وهنتكلم عن انواع disc collapse and how to treat and how to diagnose كل حاجه. طيب بالنسبه لاولاد البوني بلوكس دول، they are subdivided into regions according to their position in the body، حسب موقعهم ايه في الجسم. فالشويه اللي موجودين in the neck they are called cervical vertebrae and they are 7. بس على فكره in embryology، طبعا اعتقد اغلبكم عارف الكلام ده لاني قلته قبل كده، ان هم اصلا في الامبريولوجي they are not 7 they are 8. علشان كده المفروض بيطلع مع كل فرتبرا نيرف. علشان كده بنلاقي السيرفايكال نيرفز ار 8. لان الاولى ذا فيرست سيرفايكال فرتبرا ويل فورم بارت اوف ذا سكال، دخلت مع السكال، لكن النيرف بتاعها فضل. علشان كده لقيت عندي 7 فرتبري اند 8 نيرف. In the thoracic region طبعا عارفين في 12 vertebrae، وفي اللابر region في 5، وفي السابر region في 5 fused، وفي الكوكسجيه region 3 to 4، يعني في ناس عندهم 3 وفي ناس عندهم ايه؟ 4. لو طلعنا الديسك ده بس عشان نبص عليه مبدئيا، يعني على نتكلم عنه بالتفصيل بعد كده، هتلاقيه مكون من طبقه خارجيه فاكرين كان اسمها انيلوس فايبروزس. انيلوس فايبروزس دي معموله نوع من انواع الكارتلج القوي جدا اللي كان اسمه فايبرو كارتليج، ويتميز بان هو ايه؟ تف وقوي. وفي النص عندنا اللي هي الشوك ابزوربر اللي هي النيوكليوس بالبوزس. شوك ابزوربر يعني ايه؟ مصه للصدمات. علشان كده بنلاقيها ايه؟ سوفت اند جيلاتينس. وطالما اي حاجه سوفت او لا يبقى لازم يكون فيها ايه؟ ووتر. خلاص لازم تكون مليانه ايه؟ بالووتر. علشان كده في الاطفال ولغايه التين ايجر بتلاقي ال constitution of the disc is 70% water. 70% water يعني في كميه كبيره جدا. كل ما بنكبر في السن وكل ما بنعجز وكل ما بندخل كميه الميه دي بتقل. يعني مقبول لغايه 50% water. اقل من 50% water يبقى احنا كده predisposed to a disc prolapse، لانه هيبقى hard وبالتالي مش هيبقى shock absorber. هيبقى لما يحصل عليه شوكس هيحصل فيه ايه؟ تمزق في الفايبرو كارتليج، ممكن يحصل ديسك كولابس زي ما هنشوف. يبقى قلنا بره في الانوس فايبروزس وفي جوه النيوكليوس بالبوزس. كومبوزيشن اوف ذا فيرتبرا، احنا زمان كنا بنقوله كده تحصيل حاصل، لكن دلوقتي لا، لازم تبقى عارفه بالظبط علشان كل حاجه هنعرف يعني ليها فايده كمان شويه. طيب فالفيرتبرا احنا هنا واخدين ثوراسيك موديل، يعني دي من الثوركس. تمام؟ ليها ايه؟ body which is usually heart shape. لو جيت تبص كده شبه القلب فعلا. body ونيورال ايه؟ arch. ده اسمه نيورال arch. بنسميه نيورال arch ليه يا اولاد؟ لان الارش ده بيحيط بكنال اسمها vertebral canal. مين اللي هيبقى في vertebral canal؟ the spinal cord. تمام؟ وعلى فكره ال spinal cord كل ما يكون فوق، يعني يكون في cervical region مثلا، بيكون حجمه ايه؟ كبير. وكل ما ننزل ثراسك يقل. lumbar يقل طبعا لغايه لمبر واحد، بعد كده مفيش سباينال كورد، لان السباينال كورد بينتهي ات ذا ليفل اوف ايه؟
upper border of number one في الناس اللي هم الايه الادلتس. يعني الفرتبرال كمان دي هتلاقي زي ما نشوف دلوقتي في اللمبر ريجون فيها نيرفز بس ما فيش فيها ايه سباينال كورد. تمام. طيب السباينال كورد لو انتوا فاكرين كان بيطلع منه سباينال نيرف. السباينال نيرفز دول كان بيطلعوا بتو روتس صح؟ كان حاجه اسمها فنترال روت which is purely motor وعندي دورزال روت which is purely sensory. وكان فاكر لو تذكر معايا ان هو ايوه purely motor صحيح بس كان لو في هنا اوتونوميك يخرج معاه. يعني انا لو عندي هنا لاترال هورن وعندي اوتونوميك يعني عندي سمباثيك او بار سمباثيك فايبر يخرج مع الفنترال روت ولا مع الدورزال روت؟ مع الفنترال روت. يعني الفنترال روت صحيح في موتور فايبرز لكن دايما بيبقى معاه كمان اوتونوميك فايبرز. يبتدي يعمل لي السباينال نيرف نفسه. والسباينال نيرف على فكره از فيري شورت ستراكشر مي بي ليس ذان 1 سنتيمتر. يعني اقل من سنتيمتر واحد. وزي ما انت شايف كده بيبقى طالع من حاجه اسمها انتر فيرتبرال فورمينج. ليه سميناها انتر فيرتبرال؟ لانها بتوين زي ايه؟ فيرتبرال. اول ما يخرج او قبل ما بيخرج على طول او مباشره ينقسم الى تو ديفيجنز اسمهم ايه بقى؟ فنترال ريمس ودورزال ريمس. وقلنا ايه الفرق بين الروت والريمس؟ ان الروت بيبقى بيور يا اما سنسوري يا اما موتور. انما الريمس بيبقى ميكس سنسوري وايه؟ وموتور. الفنترال بيروح للانتيريور تو ثيرد اوف ذا بودي انما الدورزال بيروح للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا بودي. بيروح لمين؟ بيروح للمسلز اوف ذا بودي، بيروح للسكن، سكن تو برينج سنسيشنز اند مسلز تو برديوس موفمنتس. طيب علشان كده بقى لو الديسك اولاد طلع لو حصل ديسك برولابس هنا يا اما هيتغطي على السباينال كورد مباشره وده رير او يتغطي على النيرف روت. تمام؟ ويديني ما يسمى بالراديتنج بين. طيب انا عايز برضو نعرف اسماء الاجزاء دي ايه؟ يعني الحاجات المحيطه بالكنال دي ايه؟ اللي هي اجزاء النيورال ارش يعني. فده اسمه بيديكل. وعلى فكره كلمه بيديكل معناها قدم. لان انت لو بصيت للفرتبة دي معكوسه هتحس ان هي عباره عن طائر واقف على صخره. الصخره هي البودي. رجلين الطائر هي البيديكلز. وجسم الطائر هو اللانيا. وجناحاته هي ترانسفيرس بروسيسز. واللامنا مع اللامنا تعمل لي السباين اللي هو الرقبه بتاعت الطائر والتيب اوف ذا سباين هي الهيد. تمام؟ والسوبيريور ارتيكولار بروسيس اللي هي تتمثل مع الفرتبرا اللي فوق هي الديل. شايف؟ ايه؟ والانفيريور ارتيكولار بروسيس اللي هنا وهنا بيكملوا شكل الطائر. يبقى كده انا عايز اسال سؤال اشوف انتوا فاهمينه ولا لا. يبقى السباينال كورد واقف فين؟ اكنه البيضه بتاعت الطائر راقد عليها صح؟ لانه من بتوين ذا تو فيت اوف ذا بيرد. تمام؟ يبقى النيورال ارش ده شبه البيرد اللي واقف على صخره. يبقى انا عندي دول اسمهم بيتيكل وده اسمه ترانسفيرس بروسيس وده اسمه لامينا وده اسمه سباين وده اسمه فيرتبرال فورامين واللي في الجنب دي اللي بيخرج منها السباينال نيرف اسمها انتر فيرتبرال فورامين. عندي هنا سوبيريور ارتيكولار بروسيس عشان تتمفصل مع اللي فوق والانفيريور ارتيكولار بروسيس عشان تتمفصل مع اللي تحت. لو تلاحظ هنا تلاقي فيه فاسيت هنا اهو وفي هنا فاسيت كمان اهو. ده علشان الارتكوليشن مع الريبس لان احنا هنا طبعا دي ثوراسيك فيرتبرا. تمام؟ طيب تعالوا يا اولاد اسال سؤال. طبعا الكلام ده كله انت عارفه. اسالك بس الكلام ده ولا الكلام انت مش عارفه. هل يا ترى كل الفيرتبري ارض الفيرتبري ديفرنت اند ديفرنت ريجنز اوف السباين؟ يعني هل مثلا السيرفيكال فيرتبري ديفرنت عن الثوراسيك؟ هل هم ديفرنت عن اللمبر؟ هل هم ديفرنت عن الصخره؟ اوف كورس، لان في ديفرنس ان ذا فانكشن. تمام؟ فلو جينا نبص مثلا ده انا هقول لك على حاجه كمان. They are different within every region. يعني السيرفايكال نفسهم الاولى غير الثانيه، غير الثالثه، غير السبعه. وكذلك اللي هم الثوراسيك برضه فيهم ايه؟ ديفرنسز.
تعال نشوف شويه ديفرنسز لان هتفيدنا في شغلنا بعد كده. اولا تعالوا نشوف التيبيكال سيرفايكال فيرتيبرا اللي هي رقم 3 و4 و5 و6، يعني 1 و2 شكلهم مختلف و7 شكلها مختلف. طيب تعالوا نشوف التيبيكال، ايه رايك؟ في فرق بينها وبين اللي فاتت؟ طبعا واضح جدا في فرق طبعا. لو اللي مش شايف فرق يقابلني بقى بالمحاضره. ما تخافش يا دكتور، بس ظروف وقت. طيب بص يا اولاد، اولا البودي تلاحظ ماله؟ سمولر. سمولر ليه؟ علشان هنا ما في وزن صح؟ يعني اصلا البودي ربنا سبحانه وتعالى خلقه تو بير ويت. هنا انت يا دوبك الويت راسك صح؟ والراس على فكره ميكانيكالي وزنها بيفرق حسب وضعها، وطبعا هنتكلم في الكلام ده بعد كده. طيب يبقى البودي صغير لان ما فيش ويت. طب تلاحظ الفرتبرا الكنال مالها؟ لارج. ليه؟ لان السباين لسه بخيره. فاهمين ازاي؟ يعني لسه الاكسونز جواه ما طلعتش بره، لسه ما راحتش ابر ليمب، ما راحتش لور ليمب، ما راحتش ثوركس، ما راحتش ابدومن، فكبير. السؤال الثاني، يبقى اولاد لو حصل ديسك برولابس، ديسك برولابس يعني انزلاق غضروفي في منطقه الرقبه اخطر ولا في منطقه اللامبر ريجن او الرقبه؟ طبعا، لان الرقبه احنا بنتكلم عن سباينال كورد كامل. فاهمين يا اولاد؟ علشان كده حتى المسافه اصلا ضيقه، يعني كل ما ننزل تحت تلاقي السباين كورد عمال يصغر 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 ويطلع حواليه فراغ. وهوري لك الكلام ده ان شاء الله في ام ار اي ايمجز، جايب لك برضه ام ار اي ايمجز عشان تتعلم ازاي تبص عليها. واخد بالك؟ طيب خلاص عرفنا فعلا ان البودي صغير، وكمان نمره اثنين ان الفورتبرا كبير. نمره اللي بعد كده تلاحظ في ليبنج هنا، ليبنج. يعني ايه ليبنج؟ ليبنج جاي من كلمه ليب. عارفين ليب؟ عارفين ليب ستيكس؟ عارفين ليب ستيكس؟ لا مش عارفين ليب. ليبكس دول هي شفايف، يعني في ايدجز يعني، تمام؟ بتلاحظ ان البودي له تو ايدجز صح؟ رف هنا ورف حيطه هنا وحيطه هنا اهي صح؟ اهي تحس في حيطه كده زي معموله زي البيوت القديمه، هي شبه البيوت الفدراليه كده. صح؟ انزل تحت هتلاقي برضه في ليبنج انتيريور وليبنج بوستيريور من تحت. يعني من فوق في ليبنج لاترولي ومن تحت في ليبنج انتروبوستيريور. ليه؟ علشان الفرتبري تمسك في بعضيها كويس، فاهمني؟ ما يجيش مثلا واحد يزقك كده، واخد بالك، تبص تلاقي الكعبين كلهم نزلوا زي الدومينوز ويقعدوا بقى يلموك. او ساعات بتلاقي اللي هم الهنود ساعات بيرقصوا براسهم بطريقه غريبه كده. ده لو ما كانش فيه الليفنجز اللي هم اللاترال، والخليج برضه بنفس الديزاين. لو ما فيش الليفنجز اللاترال هتقع على الجنب، رقبتك هتتكون على الجنب. لو ما فيش الليفنج الانتروبستيريور هتقع قدام او هتقع ايه؟ لورا. محبوكين. النقطة الثانية الترانسفيرس بروسيس مخرومة صح؟ برفوريتد. ليه بقى؟ بيطلع فيها ولاد شريان خطير جدا مهم جدا اسمه فيرتبرال ارتري، وده من اللي بيغذي الثلث الخلفي للمخ. الثلث الخلفي للمخ اللي فيه حاجات كتير، فيه البصر وفيه الكتابة وفيه الجرافيكس، فيه حاجات كتير. فده طالع بيغذيه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حطه في قناه عظميه عشان يبقى متحافظ عليه. الحاجه الثانيه كمان بتلاقي السباين بتاعها بيفد. بيفد يعني ايه؟ منقسم، مشقوق. السباين مشقوق اهو من الخلف علشان يدي فرصه لعضلات اكتر تمسك فيه. عشان كده لو هنلاحظ كمان شويه في الموفمنت هتلاقي اكتر جزء من الفرتبرا الكولم بيتحرك مين؟ اللمبر. اللمبر ممكن في الكبريات والحاجات دي اللمبر دي بيقول لي اللمبر هو انت جدا لمبر. طبيعي طبعا الجزء اللي بيتحرك اكتر سيرفايكال. سيرفايكال يعني غير فري موفمنت. انت عندك الفريدم دي تحت. يقول لك اه عندي اللمبر يا راجل. احلامك وردية. طبعا السرفايكل بار، السرفايكل بار مين قال لهم؟ الحمد لله مالش سكرال. او كوكسجيال. كل ما يتبسط يشغل الكوكسكس شويه. يقول لك انا مبسوط. طيب يبقى شفنا فعلا ذير از ديفرنس.
فعلا كبير الفيرتيبل، يبقى فعلا البودي صغير وفي ليبنكس والفيرتيبل الخرب الكبيره والترانزفيرس بروسيس مرقوبه بريدكت والبرق، وكمان ليها انفيريور تيوبر كريبستيروتيوبر عشان تمسك فيها حاجات اكتر، وفيها خرم قلنا، وده البيديكل اهو وده اللامينا وده السباين، بيبقى قصير وفي نفس الوقت ايه بيفل بيفل، وليها طبعا سوبيريور فاسيت وانفيريور فاسيت برضه. طيب الاتيبيتاليتيز بقى، تعالوا نبص على اول واحده يا ولاد. فيرست سيرفيكال فيرتبرا ليها اسم، ده مما يدل على ميزتها الخطيره. انا لما الاقي حاجه واخده اسم لوحدها كده، واخد بالك؟ يعني مثلا عندك في دفعه مثلا واد مثلا اسمه محمد كذا كذا، بس العيال بيقولوا عليه الجوكر، تعرف ان الواد ده في حاجه غلط او في حاجه صح او عنده لمبر ليجن مميزه. فلما اجي ابص الاقي فيرتبرا مسماه معناه ان هي ايه؟ مهمه فعلا، هي مهمه فعلا، ولدرجه ان هي تتعلق بالحياه والموت. تخيل لايف اند ديث، اللي هي المفروض اهم حاجه في الدنيا لايف اند ديث. طيب ما هي اهم حاجه في اهم حاجه في الدنيا الحياه لايف، ربنا سبحانه وتعالى نظم الدنيا دي اهم حاجه فيها لايف، علشان كده عمل حرمه انهاء الحياه يعني اكبر من حرمه هدم الكعبه، واخد بالك؟ لاي شخص يعني. فعشان كده الحياه هي الاساس، عشان كده خدت اهميتها، فسموها ايه؟ اطلس. بس مين اطلس ده؟ يعني انت لو سمعت في اي حته اطلس، كلمه اطلس، اطلس معناها ايه؟ معناها ذا فيرست سيرفايكال فيرتيبرا. مين اطلس؟ حد عارفه؟ اطلس واحد، اول عارف ان واحد. كوز اطلس، ليه سموه اطلس؟ طبعا اغلب الحاجات التشريحيه دي متسميه على حاجات يونانيه قديمه، خرافات واساطير يعني. فاطلس ده كان زعيم قبيله، ماشي؟ ده اطلس هو نفسه. كان زعيم قبيله اسمها قبيله التايتنز، اسمه اطلس ذا تايتن. تايتن معناه كانت عظيم شديده المراس، قويه، يتمازج البنيه القويه وكده، ما حدش يقدر عليه. وتايتن ده الكبير بتاعه. فمنها جت سفينه تايتانيك، خد بالك برضه عشان لما تقعد تتقهوى وتسولف تبقى راجل مثقف. منين جت تايتانيك؟ من تايتن، اللي هم قبيله تايتن، اللي هو كانوا يتميزوا بالايه؟ بالقوه والصلابه. فكانت من قوه وصلابه تايتانيك فقاموا مسمينها تايتانيك نسبه الى قبيله تايتان دي، ماشي؟ حتى سبحان الله كانوا بيتحدوا ربنا، يعني قال لك ايه؟ This ship built not to sink. Built not to sink، غرقت في اول رحله. زي المكتوب الفضائي تشالنجر، فاكرينه؟ بس كنتوا صغيرين في التسعينات. تشالنجر ده اسمه المتحدي، غير قابل للاحتراق او السقوط، انفجر في اول رحله. عشان كده الواحد دايما ايه؟ يبقى ماشي في كنف الله كده. فاهم ازاي؟ جنب ربنا كده. يا رب كله بايدك. انا الكلام ماليش دعوه، انا غلبان. تلاقي الدنيا مشيت. انما تعمل بقى فيها تايتن وبتاع هيتعمل فيك كده. عمك تايتن ده عمل ايه؟ تحدى الامراء بتوع اليونان وتحدى الالهه. وقال لك احنا لا نقهر ولا حتى الالهه بتاعتك تقدر تقهرنا. فقررت الحكومه اليونانيه القديمه معاقبته. عاقبوه بايه بقى؟ ان يشيل كره من الحجر على راسه، لا يشيل كره من الحجر على راسه لغايه ما يموت. يعني يقف كده شايلها لغايه ما يموت. فعلا الراجل ايه؟ مات وهو شايلها. اطلس ده. ده اطلس الزعيم بتاعه. فقال لك لان الفقره الاولى تحمل كره الرقص. رأسنا يعني، فاهمني؟ فهي في مقام أطلس، فهي وكأنها أطلس اليوناني يعني، فاهم؟ فعشان كده سموها إيه؟ أطلس. طيب لو جبت تشوف أطلس فعلا غريبة جدا، صح؟ It has no body. ملهاش بودي، صح؟ فين البودي؟ هنشوف دلوقتي راح فين. It has no body. ليها anterior arch بس، وليها posterior arch. وليها سوبيريور ارتيكولار فاسيت كبير، ليه؟ علشان تشيل حاجه اسمها اوكسيبيتال كوندايلز بتوع السكال. هم اساسا فيرتبرا اختها بس لزقت ايه؟ في السكال. طيب ده اللي هو الاوكسيبيتال كوندايلز دول هيتعمل جوينت. تحب نسميه ايه؟ دي اسمها اطلس والحته بتاعت السكال اسمها اوكسيبيتال كوندايل. يبقى نسمي الجوينت ايه؟ اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت يا اولاد، الاطلانتو اوكسيبيتال جوينت
زي ما نشوف دلوقتي اللي هو بين الاثقال وبين اطلس هو اللي بيخلينا نعمل النودينج موفمنت. عارف النودينج؟ نودينج اللي هي الاجريمنت اللي هي الموافقه. اقول لك مثلا اي حاجه فانت عايز تقول لي نعم فتقول لي كده. على فكره في نعم كده. انت بتتلخبطني اول حاجه دي اول ما جيت. زرت اصدقائنا الهند تيجي تتكلم معاك طول الوقت قاعد يعمل لك كده. انا قاعد اقول ايه دي ايه؟ مش واخد بالي لغايه ما احد الاصدقاء يعني فهمني ان دي معناها دي. بس الغريب سبحان الله ان الحركتين دول يعني النودنج ده اللي هو بتاعنا بتاع العالم كله، كل العالم معروف حتى مكتوب كده في كتاب جريز انا بيقول لك نودنج، نودنج اللي هو الفليكشن اند الاكستنشن اللي هو الاجريمنت. القديس نودنج اللي هو ده عالمي برضه انما دي جديده. صح؟ دي برضه سبحان الله بتحصل على اطلانتا وكسيرفا. يعني النودنج بجميع اشكاله، الموافقه بجميع اشكالها بتحصل على اطلانتا وكسيرفا. سواء كان نودنج طبيعي او نودنج مش طبيعي. ماشي؟ طيب يبقى عندنا اولاد هنشوف دلوقتي ليه دي مهمه قوي وايه الحكمه ان احنا نعرف الهدف بتاعها. بص ده الانتراش ده الاستيرو ارش دي اللاترال ناتل فيل اوكسيبتا كوندايلز. مش مهم بقى التفاصيل دي كلها. طبعا لا تلاقي السباين ما فيش ولا بيفد ولا حاجه وهنا تحس فيه جروف. عارف ليه؟ فاكر الشريان اللي قلت لك بيطلع في الخرام دي اللي اسمه الفيرتبرال ارتري بيلف بقى من هنا كده 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 عشان يطلع على الجمجمه فوق عشان يخش على المخ. ده على فكره الفيرتبرال ده اللي بيغذي مين؟ ده اللي بيغذي البرين ستيم. اتس يور لايف. يعني ده اللي بيغذي اللي هو الزيرو ده وبيغذي الميد برين بيغذي البونز بيغذي المدله اللونجاتا تمام وبيغذي كمان الاوكسيبيتال كورتكس اللي هي اللي فيها الفيجن واللي فيها الجرافيكس واللي فيها الرايتنج. زي ما ان شاء الله هنعرف بعد كده يعني ممكن نعمل مره محاضره عن البرين بس كده. طيب اللي انا عايز اقوله اولادي البودي راح فين؟ ويرز ذا بودي؟ هنشوف دلوقتي. وطبعا ده معناه متساب مساحه ضخمه جدا لان على فكره في الحته دي مش سباينال كورد ده دي اللور بارت اوف ذا ميدالله اوبلونجاتا. يعني ده مش السباينال كورد كمان ده احنا هنا عشان كده متوسعه له الدنيا قوي صح؟ طيب هنشوف دلوقتي راح فين البودي ده. الانفيرور اسبكت عادي جدا برضه فتحه ضخمه جدا وعندنا اثنين فاسيتس اهو موجودين. شوف بقى نمره اثنين. نمره اثنين برضه متسميه اسم خاص اسمها ايه؟ اكسس. يبقى فيرست سيرفيكال فيرتبرا اسمها ايه؟ اطلس. وسكند سيرفيكال فيرتبرا اسمها ايه؟ اكسس. كلمه اكسس معناها ايه؟ محور. عارف ليه؟ هقول لك لما تشوف شكلها. شكلها غريب. مين ده؟ This is the body of the first cervical vertebra atlas during the periology separated and joined the upper surface of the body of the second cervical vertebra the axis. ليها اسم الحته دي وحيده اسمها دنس ساعات يسموها دنس وساعات يسموها اودونتويد بروسيس. بروسيس يعني زائده. اودونتويد يعني تشبه السنه زي السنه اودونتويد. ماشي؟ طيب ليه عملت كده؟ اقول لك هو طبعا ده بودي عالي خالص والسوبيرو ارتيكال ديس عالي خالص. ده اللي هي الاودنتور بروسيس او ما يسمى بالدانس. ده الانتيور سيرفيس بتاعه بيبقى عامل فاسيت. تعال نشوف بقى الاطلانتو اكزيال ارتكوليشن ازاي الاولى بتمسك في الثانيه. بص حد فاهم؟ يعني انت عندك بص دي اللي هي الاكسس اللي هي تحت دي اهي سوري اللي الاكس اللي هي تحت دي وده الدنس اهو اللي هي المفروض جزء منها لكن في الحقيقه هو البودي بتاع الايه؟ الاطلس الاولانيه. اوكي؟ طيب بص بقى اللي هيحصل. هتلاقيها طبعا دي لو اتسابت كده لمؤاخذه ده دي في اي حركه كده مش طبيعيه ممكن الدنس دي ترجع للخلف وتاخد في سكتها اللور بارت اوف المدلة بلونجاتا عند ابر بارت اوف ذا سباينال كورد معناها البقاء لله. يلا على مسجد الملك خالد في محمد. واخد بالك؟ وفعلا يعني عايز اقول لك ايه؟ عارف اللي جاي من اسمه ايه؟ اسمه بسيط قوي. ذا ترانسفيرس ليجمنت اوف اتلس. بس انا اقول لك على حاجه. This is the most important ligament in the body. على تفاهته كده وحقرته وقله شأنه واخد بالك؟ لكنه شوف صغير ودافع وعبيط قد ايه؟ لكنه حياه او موت وده اللي بيستخدم في عمليه دي الفكره بتاعت عمليه الهانجنج اللي هو الايه؟ الشنق. عشان كده الشنق ابارت فروم ان هو الواحد رايح يتشنق وبتاع مش عارف ايه،
لكن عمليه الشلق نفسها از هيومين. هيومين يعني ايه؟ انسانيه. واخد بالك؟ لان مفيش فيها اي الم. واخد بالك؟ وكمان بتدمر فيها المدلل لونجاتا، يعني بيتدمر فيها الريسبيراتوري سنتر والكارديال سنترز. يعني ما ايه؟ ما تلاقيش واحد مثلا تلاقي ايه؟ انا ما جربتش يعني، بس تلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا ماليش نفس اتنفس. فاهم؟ يعني ما عندوش، ما فيش، لان السنتر نفسه ديسترويد. فاهمني؟ وفي نفس الوقت جميع انواع الاحاسيس بتاعت الالم والحراره والتاتش والتمبريتشر والبرسبشن، كل الكلام ده راح. فاهمني؟ فبيسموه بينلس ديس. بس الله اعلم، الله اعلم اللي بيحصل في الموت ما نعرفش، بس الكلام ده ثيوريتيكال يعني. بس هو عشان كده بتستخدم كوسيله شرعيه للقتل. علشان كده يا اولاد برضه خلي بالك من حركات معينه ساعات احنا بنعملها في المجتمع مش واخدين بالنا. ساعات بتلاقي مثلا واحد بيلعب مع ابنه، او عم بيلعب مع ابن اخوه، او خال بيلعب مع بنت اخته، واخد بالك؟ ويقوم ساعات يلعب معاهم يشيله من ودانه. ساعات تشوف الحركه دي، يقول لك يشيله من ودانه، ده مأساة. انت عارف الواد لو اتفلفص كده هيتشل. واخد بالك؟ لانه لو عمل بس حركه براسه كده هتقوم الدنس راجعه لورا، مش هيقدر يستحملها، لان تقل الجسم كله بيبقى متشال على الليجمنت الحقير ده. هو مش حقير طبعا، هو عظيم يعني. الواد ترانسفيرس ليجمنت الحقير. فمش هيقدر يستحمل وزن البيبي، فهيكون جاي سوري او جاي مقطوع. علشان كده اللعبه دي خطيره. وافرض لقيت واحد عامل كده، يعني لقيت مثلا اب شايل ابنه في الشكل ده، ما تجيش انت تهجم ويقول حسب يقول الراجل يعني مخضوض يقوم موت بالراحه. يعني اول ما تلاقيه كده اهدى كده واسكت وامسك اعصابك وروح لغايه عنده قول له لو سمحت بس تسيبه بعد اذنك، يقوم سايبه تقوم مديله على حاجه تقول له عبت انا ما يصحش. فما فيش تحريك في دي، خلي بالك يعني. وعلى فكره انا شفتها مره، اتحصلت مره حادثه في انجلترا، وكانت حادثه غريبه قوي. كانت عشان برضه ناخد بالنا، كانت مع ام بنتها. كانت بنتها عمرها 4 سنين، كانت راكبه جنبها قدام على الكرسي القدامي وهتطلع الحزام. المفروض اولا الطفل ما ينفعش تحط له حزام قبل 7 سنين. خلي المعلومه دي. لان لما بتحطه في السن دي بقى صغير، فالحزام بيبقى جاي في الواقع فين؟ على رقبته. فاهمني؟ فالست كان هيحصل لها حادثه فداست فرامل جامد جدا، فالبيبي طار من ما قدرش يمسكه الحزام، وقام متعلق من هنا وتشق وقع جنبها. هي ما كانتش واخده بالها، بتبص لقيت الواد شكله ابيض كده خالص، بيض، وسكت وما بتتكلمش. ما خدتش بالها ان هو دايت. وجت في التلفزيون وعملوا عليها مؤتمرات وحوارات وشددوا القوانين ان ممنوع الطفل اصلا يقعد قدام اساسا. خد بالك؟ المفروض ان هو يقعد ورا. وعلى فكره في دبي كده، الطفل لو قعد قدام غرامه 400 درهم وانت واقف كده. احنا هنا عادي ممكن تلاقيه على رجلك من سوق ال سام تايم يقول بابا انا عايز اسوق. سام تايم ده قاعد على رجل ابوك بيبص من الشباك بتاع الشمال. شوفهم هم بس. ف خلي بالكم من الحاجات البسيطة دي تسديس اور لايف. شايف؟ ده اللي هو السبانال ايه؟ كور. يعني فعلا دي لو خرجت من مجالها ورجعت للخلف انتهت القصة. ما هي الشنقة غير عبارة عن كده، عبارة عن الدنس بتروح بدل ما هي ريليتد للانتيريور ارش بتروح فين؟ للبوستيريور ارش. خلاص خدت في سكتها كلها. خدت في سكتها الحياة. طبعا هي الفكرة في ايه؟ دي اللي هي اللي هو بيسموها السنير او الهاند. الفكره العقده دي كلها معموله ليه؟ علشان تدفع باك اوف ذا هيد لقدام. يعني عشان الجسم كله يتعلق فالوزن يتشد لتحت. فيقوم اهم حاجه العقده دي، فتدفعها لامام، فلما تدفعها لامام تقوم الدنس راجعه للخلف. لما ترجع للخلف مع طول الجسم كله ينقطع الترانسفيرس ليجامنت ويحصل عمليه الهاند. طبعا الهاندنج سهلة، عشان كده دي في ايران على فكره الصوره دي. دي بقى صوره قديمه من القرون الوسطى من بريطانيا. تلاحظ ان كل المعجبات ستات صح؟ ليديز 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 صح؟ ليه؟ ايه؟ كان منتشر في القرون الوسطى ايام الجهل والمرض والفقر اللي عندهم الويتشز. عارفة الويتشز؟ ويتش ويتش اللي هي السحرات. عارفة بنتفرج عليهم وهم راكبين مقش دول كده فهم كانوا منتشرين.
متاخرين جدا وكانوا عندهم اعتقاد ان هم دول اللي بيعطلوهم واللي بيخليهم متخلفين ومش خليهم يتقدموا، فصدر حكم ملكي باعدام جميع الساحرات. واخد بالك؟ فاعدموهم بطريقه الشرعيه. طيب السبع فرتبرا شكلها بدا يتحول لشكل ايه؟ الثوراسيك. واخد بالك؟ بدا السباين بتاعها يبقى كبير وبدا يبقى واخد شكل لكن لسه فيها الترانسفيرس فورم، بس على فكره ما فيش فيها ارتري، يعني هي رودمنتري ثانويه وفاضله ما فيش حاجه. طيب احنا بس خدنا الفكره ان انا كل ما انزل لتحت كل ما الخطر بتاع الديسك برولابس بيقل، كل ما انا فوق الخطر بتاع الديسك برولابس بيزيد. وعلى فكره يعني في ديسك برولابس ممكن يعمل شلل رباعي كوادريبليجيا اذا احنا كنا تحت يعني بين السكند سيرفايكل والثيرد سيرفايكل. لا انا اسف السكند سيرفايكل والثيرد سيرفايكل يعمل ديث. ليه يعمل غير كمان ان هي البدله ليه يعمل ديث؟ لان ده فوق الاورجن بتاع الفرينك نيرف. الفرينك اللي هو بيحرك الديافرام عشان تتنفس. فبيطلع من ثلاثه واربعه وخمسه. علشان كده لازم عشان الواحد يعيش تفلت له فقره حتى عشان تغذي الفرينك نيرف. يعني من اول الفقره الثالثه والرابعه ممكن الانسان يعيش، بس يعيش بكوادريبليجيا. كوادريبليجيا اللي هو شلل الرباعي. طيب الثوراسيك بقى اللي احنا خدناها قبل كده بتلاقي هارت شيب وتلاقي الفورم بتاعتها بقت اصغر وبدا يطلع لها فاسيتس عشان الايه؟ الريبس، عشان الريبس تارتكوليت معاها. تمام. وعرفنا البيتجل والترانسفيرس بروسيس واللامينا والسباين والفرتبرال كانال والانتر فرتبرال فورم. ودي شكلها من الجنب اهي فعلا، تلاقي فاسيت هنا اهو وفاسيت هنا اهو وهنا. عشان كويس عشان هي الكلام ده بعد كده. بص كل ريب يا اولاد كل ريب بيارتكوليت مع تو فرتبري، كل ريب بيارتكوليت مع تو فرتبري التي تحمل رقمه اند فرتبرا اباف. يعني دي لو الفرتبرا رقم خمسه ثوراسيك خمسه يبقى معاها ريبس مين؟ لا ريبس مين؟ ريبس مين؟ خمسه ريب هيبقى هنا معاها عشان يروح يارتكوليت مع اللي فوقيها اللي هي أربعة. تمام؟ يعني الرب الخامس اللي بالك، الرب الخامس هيرتكوليت مع الفرتبرا رقم خمسة والفرتبرا رقم أربعة. إنما الرب السادس هيرتكوليت مع خمسة ومع خمسة واللي تحتيها اللي هي إيه؟ ستة، ستة وخمسة. يبقى كده الفرتبرا نفسها بتأرتكوليت مع اثنين، والرب نفسه بيأرتكوليت مع اثنين. الرب بيأرتكوليت مع الفرتبرا التي تحمل رقمه والتي فوقها، يبقى الرب الخامس مع خمسة وأربعة. الرب السادس مع ستة وخمسة، السابع مع سبعة وستة، وهكذا. تمام؟ طيب وبعد كده يروح لنفس الفرتبرا نفس الرقم على الترانسفيرس بروسيس، يعني الخامس مع الفرتبرا الخمسة والترانسفيرس بروسيس بتاعته الخمسة. هنشوف دلوقتي، طبعا ده على فكرة انتوا بتستخدموه في الفيزيوثيرابي، بتستخدموه في الريسبيراتوري ميديسن الجوينتس دي. يعني شفت ناس زملاء كانوا بيسألوني أراجعها لهم علشان محتاجينها لان بيشتغلوا عليها في العيانين، لان العيانين لما العيانين هم بتوع السيدنتري لايف. يعني ايه سيدنتري لايف؟ الحياه اللي هي الليزي. انت فاهم يا محمد؟ تعالى هرشني. انت فاهم؟ يعني اللي هو تلاقي ايه؟ في العربيه وعلى الاسكاليترز وعلى الاليفيتورز، واخد بالك؟ وعنده حد بيطبخ له وحد بيكنس له وحد بيسوق له. فالناس دي في الاخر بتلاقيها مش قادره تمشي. واخد بالك؟ بيبقى عندهم تيبس في الريبس مع الفرتبرا، فمش عارفين يتنفسوا. فيجي لك بقى بتاع الفيزيوثيرابي علشان يعمل له ايه؟ مانيبيوليشن للريبس بحيث يفك له التيبس اللي هو فيه. فيجي ساعتها بقى يقول لك ايه؟ مثلا يكتب لك مثلا يعني دكتور امراض صدريه مثلا يقول لك ايه؟ يبعته لك يقول لك ده محتاج انك انت تفك له الكوستو فرتبرال جوينت. قايل لك كده كوستو فرتبرال جوينت وانت راجل بتاع فيزيوثيرابي. هيكون الرد بتاعك بقى ايه؟ وشو؟ لا مش وشو، هتبقى عارف ايه الكوستو فرتبرال جوينت هقول لك دلوقتي. طيب الاتيبيكال ثوراسيك مش مهم الكلام ده، انما التاسع وال10 وال11 وال12 لان كل ريبس فيه قلت لك اثنين فرتبري، التاسع ليه نص بس وال10 واحده وال11 واحده وال12 واحده كامله. اللمبر بص بقى الفرق، البودي بقى ايه؟ لارج، لانك انت شايل كده الجسم كله صح؟ ما عدا اللور لمبس. طب والكنال؟ بقت فيري سمول، لان اساسا ما عادش فيها ايه؟ سباينال كورد، ما عادش فيها سباينال كورد، امال بقى فيها ايه؟ نيرفز.
اللي هم نازلين بقى، يعني انت اخرك الجونس بدلاتس اللي هو اخر حته في الاسباب الكور اسمها جونس بدلاتس. هناك في الحته الصغيره دي في خمسه لمبر فيرتبري، في خمسه لمبر سيجمنتس، وفي خمسه سيرفال سيجمنتس، وواحد حبتين دلوقتي يعني. فمحتاجين ايه؟ كل واحد ينزل عشان يطلع قصد فتحته، ينزل عشان يطلع قصد فتحته. فينزل فين؟ في الكنال. عشان كده الكنال مليانه ايه؟ نيرفز. النيرفز دي شبه ديل الحصان زي ما انا هوريها لك دلوقتي. عشان كده بيسموها ايه؟ كودا وكوينا. كودا يعني ديل وكوينا يعني حصان. طبعا بيارتكليت مع بعضيهم جامد جدا لان هم اصلا ويت بيرنج. الاتيمكال اللي هي الاخيره اللي هي الفقره رقم خمسه المعتبره ان هي بتلاقي فيري لارج الترانسفيرس بروسيس بتاعتها بدات تختفي والفتحه بتاعتها بدات تبقى ريدومنتري فيري سمول. طيب الساكرال فيرتبري كلهم فيوزد مع بعضهم زي ما انت شايف كده. اهم حاجه في الساكرال فيرتبري اقول لك ايه دلوقتي؟ طبعا الساكرال له بيس وله ايبكس دي ارتكوليتنج مع الكوكسكس، وله حاجه اسمها ساكرال جرومونتري، وحاجه اسمها اله اوف ساكرام. ولو جبت عدهم هتلاقي دي واحده، ادي اثنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه، ادي خمسه. حد واخد باله ان في هنا حاجة. هنا في حاجات ايه دول؟ These are the rudimentary discs. تمام؟ الديسكات تحولت إلى ألياف، تحولت إلى عظام. خلاص ما عادش موجودة كإيه؟ كديسكات، خلاص بقت كلها one bone. اللي يهمك إيه كراجل ليك في المجال ده؟ هو الجوينت اللي هنا. اللي هو اسمه إيه؟ ساكرو إليك جوينت. وساعات الساكرو أوكسجيال جوينت، ساعات بيحصل فيه التهاب بيعمل للناس باك بين، لو باك بين. بالذات عند الستات، بالذات بعد عمليات ولادة كثيرة. لان الساكروكوكسيجيال جوينت من ضمن المعلومات برضه اللي انت تعرفها في الرجاله اموبايل، يعني عمره ما هي ايه؟ ما يتحرك. انما في الستات موبايل. ماشي؟ موبايل برضه مش اللي في دماغك، موبايل اللي هو يعني باسيف مش اكتف، يعني مش هتلاقي واحده واقفه بتهز بلاك يعني بصت كده بتقرب من كده مش كده. هو موبايل during the process of labor اثناء الايه؟ الولاده during child birth. تيجي راس البيبي او مؤخرته اي جزء نازل من البيبي بيجي يدفع الكوكسكس للخلف يوم يزود الاوتلت بتاع الولاده 2 سم. هم دول ال 2 سم اللي بينزلوا البيبي لان المفروض البيبي راسه اكبر قطر فيها 12.5 سم والست اكبر قطر فيها 12 سم بعظام يعني 12 سم. البيبي 12.5 والست 12 يبقى مش نازلين صح؟ مش نازلين 12.5 و 12 مش نازلين مظبوط؟ يوم اللي يحصل؟ الكوكسكس. الكوكسكس يندفع ايه؟ للخلف فيديني 2 سم. انا كنت محتاج قد ايه؟ نص بقى عندي قد ايه زياده؟ 1.5 فننزل ايزي. تمام؟ عشان كده اولاد ساعات تلاقي واحده حامل في الشهر الاول وتروح تكشف عند دكتور بتاع النساء يقول لها ايه؟ قيصريه. يا عم احنا لسه استوحنا احنا في الاول قيصريه ايه؟ الناس فاكره ان القيصريه بتتعمل لما البيبي يتحشر يعني. الراجل خد قراره ليه؟ لانه لما قاس البلفس الالترا ساوند بتاعه لقى الست دي البلفس بتاعها كونتراكتد لقى مثلا 10 سم. هنقول مستحيل نولد طبيعي صح؟ ممكن بس ممكن امتى؟ لو البيبي طلع ايه؟ صغير اكتر من اللازم فاهمني؟ يعني بقى هو اقصى طول عنده مثلا 10 وده يعني صعب انه يحصل الا اذا كان كونستيتيوشنال. يعني ايه كونستيتيوشنال؟ عائله كلها صغيره. في عائلات كده عارف ليه الرجاله صغيره والستات صغيره؟ كله بوتيه كده. في ناس كده يعني في ناس كلهم صغيرين واخد بالك؟ ممكن فالسادر اوكسجين جنك الموبايل. فمن كتر الست ما ولدت بقى ولدت مره واثنين وثلاثه انا شفت اكبر رقم شفته 19 19 وان ليه؟ يعني 19 اسمها الست المطبطبه اسمها المطبطبه كانت بتيجي كل موسم حصاد. كل موسم حصاد عشان كده يعني كل سنه ربط اجيالي المستشفى كلها. انا شفتها بقى وانا انا كنت امتياز شفتها في النسخة 19 خلاص ليه؟ فبتقول بقى ان شاء الله ده اخر واحد باذن الله كده الحمد لله. اه ده كانت يا ربي ده كانت ما جاتش عندنا ده كانت
حكايه. وبس انا في الاول كنت بشتغل مع الاول قعدت شهرين كده وبعدين سبتها. فست المطافه دي جت وقالت ان هي جايه بالبيبي بتاعها. فطبعا زمايلنا الكبار عرفوني ان ست المطافه دي نزيله القسم بتاعتنا. فجايه بقى في 19 دي والبيبي معاها. يعني جايه معاها البيبي. يا ست المطافه انت مش انت ليه ما تجيش ولا تعمل؟ قالت والله لا هو جابني غصب عني كنت مبسوط. فانا بقى جاي بقول ايه كده اللي كده. ما 19 بقى فسكت انت عارف. يعني الطريق سريع. الستات دول بقى معرضين يجي لهم البنك ده اللي هم بيولدوا كتير دول من كتر السبت جيرنال بيرجع بيه بيرجع بيه بيرجع يحصل فيه سبب انفلاميشن ويجوا لهم بقى في اخر خالص حته في اخر حته في الفرتبرا. الجوينت الثاني اللي بيعمل مشاكل برضه اللي هو الساكرويليا جوينت. انا عايز بس بقول الكلام ده يا اولاد عشان لما يتعرض عليكم حالات يبقى انت شفت فعلا او سمعت الكلمه دي قبل كده او عندك استعداد ان انت ايه؟ اه ماشي هو هيجي مع الجوينتس اوكي اللي هو الساتر بوكليا جوينت. الكوكسكس طبعا زي ما قلت لك هو اربع فقرات هو ما يهمنيش في حاجه لانه رودومنتال استراكشر ولو ان بعض الناس بيجي لهم كونجنتال انومالي لونج كوكسكس. على فكره يا اولاد واحنا في بطن امنا كان عندنا من 10 الى 15 فيرتبرا في الكوكسكس. يعني سعادتك كنت بديل ماشي؟ بس رحمة ربنا ان ربنا كرم بني ادم بيحصل له ديجنريشن. يعني ايه ديجنريشن؟ بيحصل له ديسابير. ديجنريت سابير يتبقى لنا ثلاثه بس او اربعه الحمد لله فما بيظهروش. لكن في الحيوانات بتفضل ال 15 فقره موجوده عشان كده بتلاقي الحيوانات عندها ايه؟ ديل. فاهمني؟ بعض الناس بقى بيبقى عندهم كونجينيتال انومالي يعني عيب خلقي وما يحصلوش ديجنريشن لل 14 15 ويتولد بديل ماشي. وفي مره في فيلم كان فيه حد كده يعني هم الامريكان ولاد الذين ما بيفوتش حاجه يعني لما بيلاقي حاجه فاني بيجربها في فيلم. كان فيه فيلم كده مش فاكر اللي هو الراجل كان بيشوف كل حاجه حلوه ده لما يلاقي نفسه كان سبت ايه فينا وبشوفها حلوه. فاكرينه؟ مش فاكر كان اسمه ايه؟ ايوه تمام. كان عندي ديل فجت الفكره بقول لك حتى لو عندك ديل يو ار يعني از يو ار يعني انت مش ما تحسش بنقص ابدا يعني حتى لو كان عندك ديل. بس بينه وبينك صعبه برضه. انا واحد مهندس جيت صعب قوي. بالذات قدام عروسته يعني صعب. تلاقي كام يوم ربطها بحبل بقى. طيب جوينت اوف ذا سباين. اول حاجه يا اولاد عندنا الكرينيو فيرتيبرال ارتكوليشن يعني السكال مع السباين. واتفقنا ان عندنا الاتلانت اوكسيبيتال جوينت اللي هو بين شوف الحته دي على فكره تعتبر فقره اصلا لازق في السكال مع الامبريولوجي. فهنا حاجه اسمها اوكسيبيتال كوندايل. الاوكسيبيتال كوندايل بيارتكوليت مع الفاسيت اللي هو بتاع الاطلس ويعمل لي حاجه اسمها اتلانتو اوكسيبيتال جوينت اللي هو شوف هنا عامله زي الكدمي كده شبه الكدمي اهو شايفه. ويسموا اصلا الفقره الاولى اطلس عشان كده علشان هي شايله ايه الراس تمام. طيب هعمل ايه على الاطلانت اوكسيبيتال جوينت ده؟ انا قلت لك اعمل النودنج صح؟ ايه النودنج ده؟ اللي هو الاجريمنت اجري موفمنت. هي الاجريمنت عباره عن ايه؟ الترنيتنج. الترنيتنج يعني التبادل فليكشن اند ايزي فليكشن سيستم. لكن في حركه ثانيه كمان ممكن تحصل على الاطلانت اكسيا واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ اللاترال فليكشن. اللي هو انا قلت لك لو انت عملت اللاترال فليكشن ده بالتبادل يديك برضه ايه؟ اجريمنت بس بالهندي تمام؟ يبقى هو بيديني الفليكشن اوف ذا هيد وبيديني الايه؟ الاكستنشن. يبقى انت لما تشوف فليكشن او اكستنشن يبقى انت مدرك وعارف مين الجوينت اللي بيشتغل هنا اللي هو الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت. اتلانتو بقول كمان مره عشان تفتكر اسمه ايه؟ اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. مش بيديلك فليكشن اكستنشن بس بيديلك كمان ايه؟ لاترال فليكشن. خلي بالك في فرق بين لاترال فليكشن ولاترال روتيشن. فاهمني؟ الفرق بين لاترال فليكشن ولاترال روتيشن. اللاترال روتيشن جوينت تاني خالص ماشي. طيب اهو يبقى ده اللي هو اللي بقول لك عليه ده اسمه لاترال فليكشن. لاترال فليكشن وده برضه لاترال فليكشن. في لاترال فليكشن يمين ولاترال فليكشن يسار. طيب الاتلانتو اكسيال بقى قلت لك ايه بقى؟ جوينتس يعني مش واحد تمام. بص في واحد ميديان اهو ده اسمه ميديان بالنون يعني في الميد لاين اللي هو يعتبر اهم جوينت في الجسم. ليه؟
علشان ممسوك الريجيوت بروسيس هنا بالترانزفيرس ليجمنت اوف مين؟ اوف اطلس. علشان كده لو حصل قطع لهذا الليجمنت لاي سبب من الاسباب هيحصل ديسبليسمنت. ديسبليسمنت يعني ايه؟ بوستيريور ديسبليسمنت، يعني هنروح للخلف عند البوستيريور ارش وتاخد في سكتها اللور بارت اوف ذا ميدلا اند ابر بارت اوف ذا سباينال كورد ويحصل اميديت سادن ديث. طيب ده الميديان. في بقى ايه تاني؟ بص الصوره دي ازاي برضه عشان متخيلين ولا لا؟ دي الاطلس ودي الاكسس، بس انا شلت البوستيريور ارش بتاعهم ماشي؟ وبصيت على عليهم من الخلف، فاهمني؟ بس واحد يشوف دي كده يفتكر ان احنا بصينا من قدام، لا دي من ظهرها. دي من ظهر الاكسس، تمام؟ طيب ايه بقى؟ في هنا شوف انت اهو كمان ده واحد وده واحد، بين مين ومين؟ برضه بين الاكسس والاطلس. يبقى الاطلانتو اكسيال ثلاثة. واحد اسمه ميديان اطلانتو اكسيال جوينت، واحد اسمه رايت اطلانتو اكسيال جوينت، وليفت اطلانتو اكسيال جوينت اللي هو اسمهم لاترال اطلانتو اكسيال جوينتس. دي بقى اللي بتحصل عليها ايه؟ الحركه الدورانيه اللي بتحصل عليها ايه؟ ديس نودنج. ديس نودنج معناها ايه؟ ديس اجريمنت، معناها الرفض، تمام؟ ده اللي هو لاترال اطلانتو اكسل اللي هم يمين وشمال، وميديان اطلانتو اكسل. طيب احنا شفنا كده الكرينيو فيرتيرو ارتكوليشن، ودلوقتي انت شفت الفرق بين اللاترال. دي مكتوبه غلط، دي المفروض لاترال ايه؟ دي هنا معلش ستيك هنا عشان الكوبي بيست فاتعملت غلط. ده المفروض لاترال ايه؟ فليكشن اللي هو الديس نودنج اللي هو الديس اجريمنت، تمام؟ طيب بص بقى الحركه دي، حد يقول لي ده ما هي مكتوبه سوري. دي ايه؟ دي انا كنت هسال السؤال ازاي؟ هل يمكن استخدام الاطلانتو اكسيال جوينت في نفس الوقت مع الاطلانتو اوكسيبيتال؟ ايوه ينفع استخدم الاثنين في نفس الوقت لو انا عملت فليكشن اسوشيتد ويز روتيشن. فليكشن اسوشيتد ويز روتيشن دي بتفيدنا يا اولاد لو انا عندي تكنيكس بستخدمها في الثيرابي تكنيكس، ابقى عارف ايه الحركات المسموحه وايه الحركات اللي غير مسموحه. يعني لو انا عامل للعيان بتاعي حركه عامل له كاتنج للسباينال كورد، شكرا ريحت انا كده ما عادش فيه الام خلاص ماشي. يبقى في عندي حركات مسموحه وحركات غير مسموحه. اقدر اعمل فليكشن اسوشيتد روتيشن؟ يس يو كان. اند كان بي برفورمد اون تو جوينتس اللي هم الاطلانتو اوكسيبيتال جوينتس الاثنين اند الاطلانتو ايه؟ طيب الانتر فيرتبرال ارتكوليشنز بقى ايه؟ يعني ازاي الفيرتبري ماسكه مع بعض؟ اشهر واحد طبعا اللي ماسك الفيرتبرال بوديز. مين اللي ماسك الفيرتبرال بوديز؟ الانتر فيرتبرال ديسك، تمام؟ يبقى الارتكليشن بتوين البوديز بنسميهم سكندري كارتيلاجينوس جوينتس. سكندري كارتيلاجينوس جوينتس هيتميزوا بايه دول؟ اولا كلهم طبعا موجودين في المدلعي. ثانيا الاسطح المتنفصله the articulating bones are covered by hyaline cartilage وممسوكين مع بعضيهم بفايبرو كارتلج اللي هو الانيولس فايبروسس، تمام؟ ومدعمين بليجامنتس كتير جدا بالانتيرو لونجيتودنال ليجامنت والبوستيرو لونجيتودنال ليجامنت والراديات ليجامنت. في ليجامنتس كتير جدا. نمره اللي بعد كده كمان ليهم ما لهمش كبسول مش زي السينوفيال جوينتس they have no capsule. النقطه كمان اللي بعد كده they have limited range of movement. limited range of movement. طبعا بتكلم عن الناس النورمال مش بتكلم عن حالات الابنورماليز. طيب انا عندي انتيرو لونجيتودنال ليجامنت وعندي بوستيرو لونجيتودنال ليجامنت وعندي راديات ليجامنت ودي الصفات بتاعتهم موجودين في الميد لاين كونكت فايبر كارتلز مفيش كبسول سترينثن باي سترونج ليجمنتس هاف سام رينج اوف موفمنت. ممكن تضيف رقم ستة كمان ان الارتكوليتنج سيرفيسز ار كفرد باي هاي لاين كارتلج. طيب دول طبعا قائم عليهم كتير جزء من البيزنس بتاعك، تمام؟ الناس يا اما تجيلك بسياتيكا يا اما تجيلك بديسك برولابس تيجي بحاجات كتير. طبعا اهوت برضو عايز اوري لك ان لو فتحنا الفيرتبرال كولم من الخلف هتبص تلاقي في ليجامنت كبير ضخم جاي ورا الفيرتبرا كده ورا البوديز اسمه بوستيريور لونجيتود ليجمنت لو بيكمل فوق لغايه السكال بس في السكال بيغير اسمه بيسمي نفسه ممبرينا تكتوريا. انما في الامام بلاقي اللي هو الانتيريور لونجيتودنال ليجمنت. طيب يعني انا دلوقتي الانتر فيرتبرال جوينتس دول هما سكندري كارتيلاجينوس وفي ليجمنتس كتير ماسكينهم زي ايه؟ انا عايز الاسماء دي برضو تطرق ذهنك زي ايه؟ زي الانتيريور لونجيتودنال ليجمنت ماسكهم من قدام. زي البوستيريور لونجيتودنال ليجمنت
ماسكهم من ورا زي الرادييت ليجمنتس، بس كوم من الجناب. زي ليجمنت كمان عايزك تسمع عنه. سوري هو هيجي بعد كده. سوري نشوف كده، نحاول نجيبه هنا. مش موجود هنا. في ليجمنت اسمه ليجمنتم فلاور، عايزك برضه تشوفه. هيجي كمان شويه. طيب تعال نبص على الديسك بقى ونتكلم عن الديسك شويه ونتكلم عن الديسك برولابس. طيب على فكره هو في كان عبد الله قال لكم ان شاء الله يبقى في اخر المحاضره هسال سؤال، ماشي؟ سؤال عن المحاضره، عن حاجه اتقالت في المحاضره، ماشي؟ هتجاوبوها في ورقه. كل واحد يكتب اجابته ويكتب اسمه. يكتبوها هنا ونعمل سحب على خمس كتب. يعني يبقى في خمس جوائز، خمس فائزين ان شاء الله. طيب الديسك بقى يا ولاد، انت بتفتكروا الديسك. طبعا احنا عارفين هو معمول من يوبليس بلبوزس جوه وانيولس فايبروزس بره، صح؟ وقلنا الانيولس فايبروزس از فيري ايه؟ tough. It's very tough and very strong. تمام؟ ودي شوك ابزوربر. على فكره كون ان هي لينه كده وشوك ابزوربر يبقى هي محتاجه فعلا ان هي تكون غنيه بالميه، صح؟ rich in water content. وقلت لك عشان كده الاطفال بيعملوا حركات غريبه وعجيبه لان عندهم الديسكس بتاعتهم فيها 70% water. احنا لما نبقى ادلتس وندخن كده اوكي، على فكره دايما الفات يزيد على حساب الوتر على الزمن. يعني لما ندخن اكتر لان الفات ما بيحبش يخزن ميه، فاهمني؟ حتى انت لما تخس من ضمن اقول لك برضه تتعلم عشان برضه لما تسولف وتتبه وتعرف تقول حاجات حلوه. بص من ضمن علامات الحساسيه، واحد عمل رجيم مثلا فتلاقيه يشتكي لك شكوى يقول لك ايه؟ يا اخي انا بقيت بروح دوره الميه كتير، بيعمل بكتيوريشن كتير، يورينيشن كتير يعني. ده معناه انه بيخس فعلا. ليه؟ لان حرق الدهون ينتج عنه ووتر، فاهمني؟ فيزيد البودر في ايه؟ في جسمه، فيروح الحمام كتير. اللي يعمل رجيم ويلاقي نفسه عايز يشوف علامه من العلامات الافكتيف ناس اوف دايت اللي هو ايه؟ بولي يوريا. بولي يوريا اللي هي الاكتريشن بالكسر، ماشي؟ يروح الحمام كتير. ده معناه انه بيخس فعلا. كل ما تدخن كل ما الميه تقل ايه؟ في جسمه، يستبدل الماء بالفات، تمام؟ كل ما راح يدخل بتقل الميه. قلت لك لغايه 50% اوف ووتر ان انت الفرتبرال ديسك اوكي، مفيش مشاكل عندنا. اقل من كده هيبدا يحصل ايه؟ مشاكل، يبدا يحصل فيه كراكس لانه يابس، واخد بالك؟ يحصل فيه كراكس وبعد كده ممكن يحصل ايه؟ البرولابس او بروتروجن او بلج زي ما نشوف دلوقتي. هو دايما انا بقول الحكايه دي، قلت لك في السعوديه بتتوفر جميع اسباب الديسك برولابس. فدايما تبقى حافظها عشان تقي نفسك وتقي المجتمع والاخرين. اول حاجه يا شباب زي ما قلت لك الميه اللي هو ايه؟ دراينس. الجو هنا جاف ونسبه الرطوبه في الرياض يعني من 7% ل 15% ماكسيموم. في بلاد مثلا ساحليه بتلاقيها 80%. خد بالك والنورمال يعني من 50 ل 60%. فانت اقل من النورمال كتير. فانا اتغلب على كده بايه؟ اشرب ميه كتير. الميه بتاعتي فين؟ اشرب ميه كتير. يعني اقل حاجه 2 لتر في اليوم. تمام؟ لازم تشرب ميه كتير علشان تخلص. نمره 2 الرونج ويت ليفتنج. ان انا اشيل الحاجات بطرق غير سليمه. وقلت لك عندك هنا في السعوديه حاجتين كلنا بنشيل. معظم الناس على الاقل شالهم مره ولا اثنين. اسطوانة الغاز والبرافو برافو عليك يا سلطان. بس كده ما شاء الله انت قوي. والميه. القنينه بتاعت الميه ال 20 كيلو دي، واخد بالك؟ اغلبنا بنشيلهم غلط. عندك واحد بيستخسر انه يقعد على الارض ويقف بيها، يقول لك ده صعب يا عم بتوجع رجليا لان رجليا اصلا ضعيفه، فبيشيلها غلط. فدي السبب الثاني، يبقى نمره واحد الدراينس، نمره اثنين رونج ويت ليفتنج اوف ذا جاز سلندرز اند ذا ايه؟ ووتر بوتلز. نمره ثلاثه دي على فكره انا مش كلام بقوله، ده مكتوب كده في الكتب. يعني ده ايفيدنس بيست ميديسن. بيقول لك ايه؟ جيب رايدرز. جيب طبعا زمان كان يعني العربيات الجيب هي اللي شكلها كده. دلوقتي بقى كل حاجه بقت شكلها، يعني بقى في زي ما بقول لك بقى في اليوكون والتاهو والنيسان باشكالها المختلفه ومش عارف ايه، والعائلات دايما تحب تبقى عندها ايه؟ المشكله ان لما يبقى واحد بقى من العيله متهور ياخد ال 4x4 دي، هي ال 4x4 في حد ذاتها تعمل ديسك، بالك؟ لان هي معدل الاتزان بتاعها اقل من العربيات اللي هي واطيه اللي هي قريبه من الارض، هي عجلها كبير
فبالتالي لما بتاخد المطبات بتعمل سوينج، فالسوينج ده بيأثر عليك انت وانت راكب جوه العربيه. عشان كده تبقى نصيحه للسائق اللي كان بيسوق اسعار او انت نفسك او والدك او اي حد من العائله، ان هي العربيات دي ما تتساقش زي العربيات الصغيره. لازم تتساق بحكمه وبالراحه وما تاخدش المطب بسرعه عشان تحافظ على اليور ديسكس. فالجيب رايدرز، انا طبعا مش جيب بقى، انا ليا 4 باي 4 كارز ماشي. نمرة أربعة وده مكتوب برضو يقول لك إيه؟ جوي درايفرز. مين الجوي درايفرز بقى؟ المفحطون والمتعظون والمتعظات. يعني التفحيط أغلبه رجالة بس التتعيظ في ستات. مرة في حادثة من حوالي سنة أو سنتين كده في أربع بنات ماتوا. كانوا بيتعصبوا. الرجالة بتتعصب. الجوي درايفرز والجيب رايدرز والرونج ويت ليفتنج والدراينس، الاربع حاجات دول موجودين في مجتمعنا. بالك فاحنا لازم نقي انفسنا منهم ببساطه، هي مساله ثقافه فقط. اشرب ميه كتير، اشيل الحاجات صح، اركب العربيه باحترام، يعني بلاش تفحيط وبلاش تطعيس. ايزي. بعد يقول لك اتس ماي بلاد. انت عارف ان حته التفحيط دي، حد فيكم معاه رخصه انجليزيه؟ رخصه قياده انجليزيه؟ محدش؟ انت عارف لما تيجي تاخد رخصه قياده انجليزيه اصعب من الدكتوراه. اه والله اصعب من الدكتوراه فعلا، انت بتمتحن ام سي كيو وريتن واسي وبعدين بياخدوك عملي. فمن ضمن الحاجات اللي بيختبروك فيها الراجل كده قام واخدنا في حته هو مفيش فيها، يعني مفيش فيها حد، طرق كده مجرد معموله للجوي درايفرز يعني. هو بيبقى عنده فرامل نفسه، يعني اللي بيمتحنك انت بتسوق عادي، بس هو عنده فرامل وعنده حاجات برضه في الدواسه بتاعها. فيقول لك ايه؟ درايف كويكلي بليز، فانت تسوق كويكلي يعني ايه؟ 80. شوف الضحك. اول ما توصل 80، هو القانون عنده كده ما يزودش عن 80، اول ما انت توصل 80 يقوم هو عامل فيك مقلب. ايه؟ يقوم دايس لك فرامل باقصى قوه. واخد بالك؟ عشان يشوفك هتتصرف ازاي؟ يعني العربية لما تاخد منك يمين انت المفروض تعمل مش عارف ايه عشان ما تتقلبش او تعمل مشكلة على الطريق. تيست بالنسبة لك بتعمله بصابع رجلك الصغير. انما الانجليزي بيبقوا شايلين هم الموضوع ده قوي، بيبقى اصعب حاجة. اتس 80 خايف العربية تلف منه او مش عارف. انا بدون مبالغة هنا بعض اولادي يعني بعض الزملاء وروني على العداد بيصوروا حاجات في الفيديو بيفرمل كده على سرعة 200. 200 وقال لك وبيقوم بفرمل ويلف. حد مره مع الطن غير مره وراني برضه عيال ماشيين على عربيه بعد الفيل كده، واحلى نكته انه قاعدين على الناحيه الثانيه مش فاهمه قهوه القهوه وسولف على بره على العربيه. حاجه بصراحه يعني مهمه. فهناك بيقول لك 80 ويقول لك ايه؟ او دايس فرامل قال لي اعمل فيك مقلب. طبعا انت هتقعد تضحك اكيد. فزي ما بقول لك عندنا اربع اسباب موجودين في المجتمع للديسك ريلاكس. بليز تراي تو افويد. وسهل جدا ان انت تافويد يعني. طيب هو البرولابس يا اولاد بيحصل ازاي يعني؟ البرولابس ببساطه شديده ان الانيولوس فايبروزس ممكن يتمزق، واخد بالك؟ فتخرج النيوكليس بالبوزس وتعمل لي بريشر على الديف روت، تمام؟ فتديني الراديكال بين المعروف ويبدا العيان عنده مشاكل. الحل طبعا انا يعني الحل فيزيوثيرابي في الاول، لازم احترم نفسي في المكان اللي انا واقف فيه، وبعدين جراحه، تمام؟ طيب الجراحه بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى الجيورا ماتر اهي، دي الجيورا طالع منها النيرف عشان يخرج من الفتحه بتاعته. فقام جاي الديسك لاترالي ضاغط عليه وزنه اهو، فبالتالي انت مطلوب منك تشيل هذا الديسك ببساطه يعني. طبعا العيان بتاعك بتلاقيه واخد بروتكشن، يعني بص هو بص يعني الحكايه بص ليفت سايد ديسك بولابس، يعني الديسك بولابس هنا مش هنا، خلي بالك. لكن هو ليه عامل كده؟ هو بيعمل كده عشان يخفف الضغط عن الناحيه اللي فيها البولابس، تمام؟ فانا اول ما بشوف العيان داخل عندي العياده عامل بالمنظر ده كده يمشي بنفس الشكل، اعرف على طول ان عنده ديسك على الناحيه الشمال. مش شرط برولابس، مش شرط يعني، بس في مشكله عنده في الناحيه الشمال لغايه ما اكشف واعمل اشعه واشوف. طيب
انا عايزك بس افكرك بالمفهوم حته الكودا اكواينا. مش انا قلت لك ان السبانال كورد بينتهي عند الجونس مدلابس عند الابر كورد اوف لمبر واحد؟ احنا هنا لمبر كام؟ 4 ولمبر 5 وساكرم. فقالوا انت عرفت ازاي لمبر 4 ما ده الساكرم بالعقل يعني، يبقى هم خمس فقرات يبقى اكيد دي الخمسه ودي الرابعه بالعقل يعني. هتلاقي ده النيرف رقم 4 جاي منين بقى؟ جاي من مستوى لمبر واحد. فاكر لمبر واحد فوق؟ لو انتهى عنده كمان يمكن فوقيه شويه نازل عشان يطلع من الحته دي. طب واللي بعديه لمبر 5 عشان يطلع. طب والباقيين بقى؟ اس 1 واس 2 واس 3 واس 4 واس 5 وكوكسجيال نيرف كمان. تمام؟ وهم نازلين اولاد بيمشوا في الفيرتبرال كمان، فهم ماشيين في الفيرتبرال كمان يسبحون في حاجه اسمها سي اس اف. شكلهم فعلا زي ديل الحصان. علشان كده سميناها كودا اكواينا. تمام؟ لما يجي يطلع عندي ديسك هنا بقى ويضغط لي على النيرف ده وهو نازل، النيرف ده وهو نازل، الديسك ده يضغط لي عليه. هيقوم عامل لي ضغط على النيرف بس اللي هو ضغط عليه. لكن لو طلعنا مستوى اعلى، يعني لو حصل عندي ديسك برولابس في الثوراسيك ريجن، في السيرفايكال ريجن، واخد بالك؟ وكان سنترال، يبقى ممكن كده يضغط لي على مين شخصيا؟ على السباينال كورد نفسه. الحمد لله ان معظم الديسكات لامبوسات ومعظمهم في ال 4 وال 5 او ال 5 اس 1 في الحته دي، اغلب الديسكات في الحته دي. الناس اللي متعاملين معاها تلاقيها دايما في الحته دي. فغالبا بيبقى الضغط على نيرف روت مش على سباينال كورد. طيب الديسك برولابس بقى او بلش ممكن يحصل ازاي؟ او ايه درجاته يعني؟ ممكن يكون اولاد مجرد بلش، مجرد بلش، وغالبا يعني بيبقى جاي مع الروت اللي هو اعلى منه، يعني الروت اللي هو اعلى منه نازل عشان يخرج من الفتحه بتاعته، يقوم حاصل له بلش يقوم مضغوط عليه. طبعا انا احب دايما المنظر اللي هو تي اس مش ال اس، حتى في الـ في السي تي وفي الام ار احب دايما ابص على التي اس مش على ال اس، لانه بيديك دقه اكتر، ضغط قد ايه. بص هنا مفيش ديسك برولابس، مفيش. ما كلمة ديسك برولابس معناها ايه؟ معناها ان المادة الداخلية الجيلاتينية اللي معظمها مية اللي موجودة جوه دي تخرج بره. هل هي هنا خرجت؟ لا ما خرجتش. الانوس فايبروزس لسه موجود، لسه انتاكت، لكنه ويك. تمام؟ هنا الحل وليس له بديل، ده وجهة نظري، فيزيوثيرابي. تمام؟ هنبدأ ندي العيان نصايح، هنبدأ نعمل له فيزيوثيرابي، وهنبدأ نعمل له ديس امباكشن للفرتبري وتراكشن وحاجات كتير انتوا بتعملوها، والعيان الحمد لله بيتعافى. تمام؟ طيب هنا ايه رايك؟ ايه اللي حصل؟ هنا كان ديسك، ده كان بروتروجن او بانش. هنا بقى ديسك ايه؟ برولاكس. بس ده بنسميه تايب اي. ديسك هرنيشن تايب اي. تايب اي ليه؟ علشان لسه فيه فيري فيو فيلمنتس اوف ذا انيولس فايبروزس. لكن النيوكلاس بالبوزس ملت الديسك سبيس. خلاص ما عادش فيه فراغ. تمام؟ هنا كان فيه شويه فراغ. شايف؟ كان فيه شويه فراغ. هنا فين الفراغ؟ ما عادش فيه فراغ. هنا بقى يا اولاد برضه انا مش عايز اعمل معركه بعد المحاضره السيرجنز والفيزيوثيرابيست، المعركه الدائمه بينهم دي حالتي دي حالتي. هنا بقى والله نشوف. انا رايي لازم نديله تشانس فيزيوثيرابي الاول. بتوع الجراحه طبعا بيقول لك لا يجي لي على طول. تمام؟ بالعكس تقول لك ده كده بيبقى كويس علشان بيبقى لسه ما حصلش فايبروزس واديهيجن والحاله بتبقى نتائجها مضمونه. انا رايي نديله تشانس الفيزيوثيرابي، واذا خف ودي رجع وبقى كويس خلاص. مفيش داعي للجراحه لان الجراحه برضه هذا غير كده يبقى جراحه. جراحه طبعا ده من اول تايب بي. هيحصل ايه بقى في تايب بي؟ حصل تمزق كامل للانيولاس ايه؟ فايبروزس وخرج بره وضغط على النيرف روت فعلا. دي الفيزيوثيرابي غالبا ممكن ما يعملش فيها حاجه. طيب بعد كده يا اولاد في عندي برضو ده اللي هو ديسك هرنيشن تايب بي. في عندي حاجه اسمها ديسك سيكوستريشن، سمعت عنها قبل كده؟ ان يحصل خرم في الامرس فابروزس وتنزل نقطه النيوكلاس بالبوزس وبعدين يحصل هيلينج للانوس فايبروزس وتفضل حته بره. ده ممكن يخف بالعلاج الطبيعي على فكره.
وممكن يحصل سيلف ابزوربشن للكويستر بارت اوف ذا ديسك، يعني ده ممكن اصلا الجسم ايه يمتص. مع شويه علاج طبيعي وتقويه لعضلات الضغط، واخد بالك، ونفك الضغط اللي موجود على النيرف روت ده يرجع مكانه والعيان بتاعي يخف من غير جراحه. في نوع اخير بقى هو ليا بصراحه، بس انا احب برضه تسمع عنه، ده فيري رير اللي احنا بنسميه سنترال ديسك هرنيشن. والسنترال ديسك هرنيشن مشكلته لو حصل فوق في الثوراسيك ريجن هيضغط له على السباينال كورد ايه؟ شخصيا. لو حصل عند لمبر 1 بالذات اللي هو الديسك بتوين تي 12 عند لمبر 1 اللي هي نهايه السباينال كورد اللي هي عند الكونس ميدلاريس، ممكن تفاجئ بعيان عنده ديسك برولابس واهله جايين يقولوا لك على فكره يا دكتور ده ما عادش بيتحكم في الجوع وجايين حزنانين قوي. الحاله دي على طول تشخصها انت كده من غير ما تكشف ومن غير اي حاجه ومن غير ما تعمل ام ار، هتعمل طبعا ام ار عشان تكونفيرم، لكن هتقول دي ايه؟ دي 12 لمبر واحد وده ديسك هرنيشن وده سنتر. هتقول لهم كده في الاول، على فكره ده لمبر ده احتمال يبقى تي 12، وهتشوف طبعا انت لما تكشف النيورولوجيكال اكزامينشن هيطلع لك تي 12 ولمبر واحد وغالبا سنتر. يتعمل الام ار يطلع كلامك صح. ساعتها بقى بتبقى انت ايه؟ يعني باشا. واخد بالك بقى كينج اوف ذا كينجز. انا قلت له اصلا بس مش هتسمعه بكلام. الحاله دي طبعا لو انت فيزيوثيرابيست هيخلوك معاك، لو انت جراح هيخلوك معاك، لان هيثقوا بيك. اكتر حاجه على فكره تخلي العيان يثق في الدكتور ان يقول له حاجه وتطلع التحاليل بتاعتها زي ما هو قال. بالك بيبقى في تراست غير عادي، يحس بقى ان الراجل ده ايه يعني جهبذ الجهابذه و لا يفتى بقى و سلطان في المدينه. طيب ممكن تلاقي حاجه ثانيه يقول لك كمان مفيش كنترول للديفيكيشن للدرجه دي، ده في انيل من كده كمان. ممكن يقول لك العيان ده، انا اسف يعني في التعبير انتوا دكاتره انا عادي، بيعمل ايجاكيوليشن على نفسه، يعني مش مجرد incontinence urine incontinence ولا fecal incontinence، لا كمان ejaculation بقى كمان كده على طول على نفسه. ده معناه ان الحاله ايه؟ خطيره ولازم يتعمل حل فورا، وغالبا الحل لازم يكون، خليني ولا شيء ولا غالبا، خليني اقول 100% لازم يكون ايه؟ surgery to save the day، لان كده مش حلو. يعني تلاقي راجل شاب زي الفل فجأة بقى كده من غير حادثة ومن غير حاجة، واخد بالك؟ فطبعا دي حاجة لا تقبلها، يعني نفسيا بتبقى صعبة قوي قوي قوي. علشان كده احنا بنلجأ للسيرجري علشان السيكولوجي اوف ذا بيج، ماشي؟ بس طبعا بعمل ام ار واعرف الليفل بالظبط فين مش حاجة. بص يا اولاد، احنا ممكن على فكرة برضو من ضمن الحاجات المهمة على فكرة نبقى نعملها محاضرة، ازاي تقرا الام ار؟ او ازاي تبص فيه؟ لان بقى شكلها وحش قوي لما تمسك الام ار بالمقلوب والعيان يعبدوه. اذا حصل معاك كده تعمل ايه؟ انا اعلمك اسرار الصنعه. ايوه برافو عليك. انا اصلا انا اقصد ابص عليه مقلوب، انت فاهم؟ واخد بالك؟ هو عادي انا ببص عليه مقلوب لان بيوريني حاجات ثانيه انت بتعرفها. اوعى 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 تخلي العيان يفقد الثقه في انك تكشف عليه. اوعى 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 دي إيه يعني بزنس تيب، خد بالك؟ لان هيقوم رامي الاشعه في وشك وماشي. لازم تبقى حاسس انك مالي مركزك وانك متبسط معاه وطيب ولذيذ وكل حاجه، بس في نفس الوقت لما يجي العلم لا عندك مكانك. انا مسكك معلومه الاقصر وتقول يا نهار اسود ان انا جايب نفسي. فبصراحه انا شايف ان انت هتتخرج هتتعذب على ما تعرف تقرا الام ار، هتتعذب هيعذبوك، واخد بالك؟ ومره واحد يقول لك كلمه، ومره واحد يقول لك امشي دلوقتي مش فاضي لك، اصل الانترنز دول بيبقوا كده يعني دمهم تقيل على الناس. طيب هي الصوره مش واضحه قوي ولا انا متهيألي؟ ضلمه شويه؟ واضحه بالنسبه لكم؟ اوكي بص، انت عندك هنا البودز اوف ذا فيرتبري، انا اديك فكره مبدئيه يعني. البودز اوف ذا فيرتبري ماشي؟ وبعدين عندك الانتر فيرتبرال ديسكس. الابيض ده ايه؟ برافو عليك، خلي بالك مرة واحد كان بيبص على شخص وهو بيبص بيتكلم على أساس إن ده السبانال كورد، ده على أساس بقى لما وصل السبانال كورد هيطلع من مؤخرة الراجل في الآخر. خلي بالك
واحد؟ كيس واحد يعني. يبقى عندك خمسة وأربعة وثلاثة واثنين صح؟ مفيش هنا سبار بورد خالص. سبار بورد آخره فين؟ أبر بوردر كمان، يعني ممكن تقول لور بوردر وفي 12. واخد بالك؟ مفيش هنا سبار بورد أصلاً. بص يا ولاد، أي حاجة بيضة، الإم آر أي حاجة بيضة، الإم آر حاجة من اثنين، يا إيه؟ يا فات يا ووتر. ماشي؟ يا فات يا ووتر. بس تلاحظ معايا حاجة؟ تلاحظ هنا إن البياض مش بياض ناصع، وإن تحس إن فيه خطوط. حد واخد باله؟ فيه خطوط. ده معناه يا ولاد، معناه إن المقطع ده نوت ميديان، ما هوش في الميد لاين. ده بره ميديان. بالك داخل بره شوية. عشان كده الخطوط اللي أنت شايفها دي النيرفز اللي نازلة اللي هي الجودة باين اللي نازلة في السي اس اف. تمام؟ لو أنت لقيته أبيض ناصع مفيش فيه الخطوط دي، يبقى أنت إيه؟ ميد لاين. الحاجة التانية لو أنت ملاحظ هتلاقي هنا في نقط كده بيضة أو غامقة شوية، شايفها في ظهر كل فرتبة. ما تروحش تقول ده عنده سرطان في جميع العظام. ها؟ دي اسمها بازي فرتبرال فينز. بازي ده حاجة طبيعية نورمال، دي البلاد فيسلز اللي هي خارجة من الفرتبرا. تمام؟ اللي هي بتبقى موجودة في الحتة دي. بعد كده هتلاقي بقى الفرتبرال كانال نفسها، البياض اللي فيها ده إيه؟ سي اس اف، الخطوط اللي موجودة جوه دي اللي هي النيرفز. تمام؟ أي حاجة بيضة بقى، يعني بص طبعا احنا داخلين كده على الجلوتيال ريجن صح؟ عارفين الجلوتيال ريجن؟ مليانة فات صح؟ فات وفي جيب سبع فات أهو. فتلاقيها بيضة عشان ده فات. تمام؟ هتلاقي الديسكات بقى، بص الديسك دايما بتلاقيه ما بيعملش اندنتيشن هنا على الـ سي اس اف. لو نقلت بسرعة على الحتة دي هتلاقي الديسك نازل وتحس إنه إيه؟ اتفرط كده. صح؟ خرجت منه النيوكلياس بالكوز وبدا يضغط لي. وانا مش بضغط لي على السباينال كورد على فكره، وزي ما فاكر لما انا قلت لك دايما الديسكات بتبقى الاربع نمبر خمسه اس واحد او نمبر اربعه نمبر خمسه، هي دي اكتر حاجه فيها ديسكات، الا طبعا في الحوادث ما بقاش فيها اختيار حسب الحادثه حصلت فين وغالبا بتبقى ثوراسيك. طيب هنا بقى اولاد باين حته النيرفات، حد واخد باله معايا؟ اهو شايف؟ مش تحس ان في خطوط كده؟ اهي these are the coda ايه؟ دي الكودا كوان، وكل ده ايه؟ سي اس اف، وده ايه؟ فات. طب عايز اسال سؤال، امال ده مين؟ ذا سباينز. ماشي؟ السباينز بتاعت اللمبر ايه؟ فيرتبرا. سباينز اوف ذا لمبر فيرتبرا. طيب هنا دلوقتي الهرميات الديسك اهو، تعال نشوف صوره ثانيه، بص. طبعا هنا واضحه هي حلوه، بص ده البودي ده عادي، تمام؟ حتى لو الاولاد واخد باله ان الديسك عباره عن بياض في الداخل وسواد في الخارج، ايه ده؟ عشان فلويد. برافو. احنا اهو مش احنا قلنا يا ولاد المفروض في 70% ميه او من 50 ل 70% ميه، في فلويد موجود جوه النيوكليس بالبوزس اهي صح؟ امال السواد اللي بره ده ايه؟ ده الانيلس فايبروزس. ده الانيلس فايبروزس. وخلي بالك برضه هنا اهو لو طلعت برضه السي اس اف موجود اهو، بس شوف السي اس اف مقطوع هنا بالكامل. خد بالك؟ ده اللي هو الديسك هرنيشن. بس انا ما بحبش الصور دي عشان اشخص، انا بقول لك بس عشان تبقى فجاه باينه في التعليم. انما انا ما بحبش ده، انا بحب التي اس. وده لان التي اس بيوريني الديسك والروت وايه علاقتهم ببعض؟ وهل لمسوا بعض ولا لا؟ وهل هو عامل عليه كومبريشن ولا لا؟ خد بالك ده احلى في التشخيص، دايما تبص على التي اس. ال اس ماشي يديني فكره مبدئيه، ابص بقى على التي اس بتاع ده يديني فكره. حتى انت تلاحظ وكانه قطع النيرف، فطبعا مش هيقطعه، هو هيدفعه امامه، فاهمني؟ هيعمل له ايه؟ كومبريشن. بالك؟ اه. طيب هنا لو انت تلاحظ برضه بص الديسكات، بص بقى هنا يبان لك بقى السبانر كورد اللي هو لونه ايه؟ جراي، شايف؟ جراي جراي جراي. لا ده هنا واضح ان في مشكله كبيره. ده الكومبريشن هنا على مين؟ على السباينال كورد شخصيا. بالك؟ بس انا لازم برضه ما اقدرش اخد قرار نهائي الا لما ابص على مين؟ على التي اس. تمام؟ اهو وبيشوف حتى مهما احنا نزلنا حتى ما بنيش. بس تلاحظ حاجه، فوق كان معظمه رمادي صح؟ الابيض قليل شويه. بص تحت الرمادي بدا يبقى رفيع مظبوط؟ وبدا الابيض يبان حواليه ايه؟ كتير مظبوط؟ ده معناه ايه؟ ان السبانه الكورد كل ما بننزل تحت كل ما بيقل في الحجم صح؟ علشان النيرفز بتخرج منه. وفي نفس الوقت السي اس اف موجود حواليه. لو تلاحظ الديسكات دي باين جدا ان هي في مكانها محطوطه ان بليس مظبوط؟ ده بقى
لا ده خرج من مكانه، واضح ان نيوكلاس بيربوزس خرجت وكمان ضغطت على السبانال كورد الشخصيه. نمره اللي بعد كده كمان يا ولاد، حد شايف النقط البيضاء دي؟ مين دول؟ قلنا قلنا ده بقى مش سرطان، امال ده ايه؟ ده الفينز، ده البازي فيرتبرا الفينز خارجه علشان اللي هو الفيوس درينج اوف فيرتبرا. طيب ايه رايك هنا؟ هنا دي بقى معموله بكونتراست. لو تلاحظ السي اس اف لونه ايه بقى؟ اسود. ليه؟ لان احنا ادينا له صبغه. فاهمني؟ صبغناه. ده بنسميه بكونتراست. ساعات بعض الناس بيحبوه بالكونتراست، بيحس ان هو بيعرفه اكتر يعني. الكونتراست امشي لي كده مع السي اس اف. جميل جميل جميل. اهواك واتمنى ان اكون سعيد. اهو صح؟ فجأة اتقطع السواد. مظبوط؟ ده اللي هو الايه؟ الديسك برولابس. طيب يبقى احنا شفنا يا ولاد الانتر فيرتبرال جوينتس واتكلمنا عنه كلام الى حد ما، يبقى بدايه ليك. الكوستو فيرتبرال بقى ان الريب نفسه، اي ريب ادي لك فكره بسيطه بس عن الريب، له بوستيريور اند وله انتيريور اند وله شافت. والبوستيريور اند له هيب ونك وتيوبركل وانجل. والهيب فيها ابر فاسيت ولور فاسيت وكريست. كريست يعني ارتفاع. وانا قلت لك ان ده لو الريب الخامس هيارتكوليت مع الفقره رقم واربعه، خمسه واربعه، تمام؟ ولو ده السادس ست، لو خمسه، ولو ده الثالث ثلاثة واثنين. دايما الريب يارتكوليت وذ ذا سيم فيرتبرا اند فيرتبرا ايه؟ اباف. طيب ازاي يعني؟ ما هو الكريست هيمسك في الديسك، حد فاهمني؟ الكريست هيمسك في الديسك بحاجه اسمها انترا ارتيكولار ليجامنت. طيب وفوق؟ ده بلين سينوفيال جوينت. طب وتحت؟ ده بلين سينوفيال جوينت، يعني يسمح بالحركه الانزلاقيه اللي هي الحركه اللازمه لكي استطيع ان اتنفس، فاهمني؟ بالشكل ده كده. لو ده تيبس من قله الحركه وقله الاكسرسايز والسيدنتري لايف، هتلاقي الراجل او الست مش عارف ياخد نفسه. صح؟ واحنا عملنا على فكره مره، عملنا بيبر ونشرناها على فكره. اللي هو الريسبيراتوري كاباسيتي اوف سعودي ليديز، على اعتبار ان الناس دي مخدومه جامد يعني. وطلع فعلا ان الريسبيراتوري كاباسيتي بتاعتهم اقل من النورمال. فعلا اقل من النورمال علشان الحركه ايه؟ قليله والترفيه زايد. على فكره الحركه برضه، وعلى فكره كتر الحركه لما الواحد يعمل حاجته بيستمتع اكتر على فكره، الحياه بتبقى اجمل. ما بتبقاش ممله. طيب احنا الحمد لله على فكره يعني ماديا نقدر نجيب مشغله واثنين، بس بقالنا متجوزين الحمد لله احنا بقالنا قد ايه؟ 19 years ماشي؟ مفيش ولا مره شغاله دخلت بيت الحمد لله. حتى لما الميره كانت والده كنت انا اللي بدخل المطبخ وبغسل وبمسح وبتاع عادي يعني انجوينج ات. طيب عقبال ما تمسح في عندنا ولاد نك، وبعدين عندنا اللي هو التيوبرتل. ده فيه جزئين، جزء ارتيكولار وجزء نان ارتيكولار. طب مين الشاطر بقى اللي يقول لي الارتيكولار ده ارتكوليت مع مين؟ الارتيكولار ده ارتكوليت مع ايه؟ برافو. ترانسفيرس بروسيس، مع ترانسفيرس بروسيس اوف فيرتبرا. عشان كده انا عندي تو جوينتس، عندي الكوستو فيرتبرا وكوستو ترانسفيرس، والاثنين بيستخدموا في ايه؟ في الريسبيريشن، تمام؟ ويعتبروا فيرتبرال جوينتس. وفي ناس فعلا بيجي عندهم فعلا دي في التنفس وبيروح للفيزيوثيرابيست علشان يفكوا له الجوينتس دي، بيعملوا لها تكنيكس. واخد بالك؟ مش لعب عيال يعني. طيب يبقى احنا خدنا فكره عن الريب، ما يهمنيش بقى الحاجات التانيه كلها براحه. بص اهو دي الهيد اهي، شوف مع الانتر فيرتبرال ديسك بالكريست والفاسيت الفوقاني مع الفرتبرا اللي فوقه والفاسيت التحتاني مع نفس الرقم. تعال نشوف الريب ده رقم كام؟ رقم كام يا ولاد؟ سفر صح؟ سفر راح لمين؟ سبعه سته تمام؟ طيب هنا هو نفس القصه اهو، شوف وهو فيه ثلاثه ليجامنتس بيمسكوه. طبعا الكبسول نفسها بتاعت الجوينت والرادييت ليجامنت، الرادييت المشع اللي هو عامل زي الاشعاع ده، والانتر ارتيكولار ليجامنت اللي جوه اللي ماسكه مع الديسك. الكوستو ترانسفيرس بقى فيه ثلاثة ليجامنتس بيمسكوه، في كوستو ترانسفيرس ليجامنت اهو،
في superior costo transverse اللي هو جاي من فوق لتحت ده superior costo transverse وفي lateral costo transverse اللي هو lateral costo transverse يعني ممسوكين كويس برضه عشان كده صعب جدا يحصل فيهم انزلاق لكن سهل جدا يحصل فيهم تيبس علشان كده فعلا بتحتاج فيزيوثيرابي ايوه ده اللي جابلكم في الاول انا عامله حتى عنوان لوحده عايزك يبقى عندك فكره عنه لانه برضه ممكن يجي لك حالات منه ازاي كلمة فلافون يعني ايه يا ولاد اللاتين؟ فلافون يعني ايه؟ يعني يلو الاصفر الليجمنت الاصفر فينه ده؟ مش دي قلنا لامينه ودي لامينه؟ ده اللي بيمسك اللاميني فروم انسايد وده استك استك اللي انتوا بتقولوا عليه مخاط ماشي؟ استك يعني ايه؟ يعني لو انت عملت سي في فليكشن يعني اخر ضربه في الفليكشن هو هيبقى مشدود معاك جدا مفيش اي مشكله ولو جيت عملت اكستنشن هيفضل مشدود برضه انت فاهمني يعني هو اصلا مشدود فبالتالي لما انت تعمل فليكشن مشدود معاك لما تيجي تعمل اكستنشن مش معناه ان هو هيرخف لا مشدود برضه ايه مشكلته ايه مشكله اللي جبتها في لافا ان ممكن يا اولاد يحصل منه هايبرتروفي يعني ايه هايبرتروفي تضخم مشكلته انه قدامه مين مباشره الديوره وقدام الديوره مين السباينال كورد فممكن يديني باك بين هو ما بيديش راديكولار مانيفستيشن لكن يديني فيج باك بين مش في ناس كتير بيجي لها باك بين وبتلف الدكاتره كلها وتلاقي ما حدش مشخصه ينطلب له ام ار ويتبص كويس على المومنتم فلافا ممكن يطلع هايبر تروفايد المومنتم فلافا هو سبب المشكله دي كلها تمام فاللي جاب انت فلافا ما تبقاش تنساه اهو شوف اللي هو لونه ازرق هنا ده شايفه او اللي هو ماشي جوه ماسك اللامني كلها من جوه وده فيري كلاسيك لكن مشكلته حاجه انه ممكن يحصل له هايبرتروفي لو حصل له هايبرتروفي هيضغط مباشره على السباينال كورد تمام وفي الحاله دي طبعا مع الحركه يبقى بيحك في السباينال كورد انت متخيل ممكن يحصل في اكتر من ليفل حياه العيان بتبقى مثل ابو لانه هيلف على ناس مش فاهمه واخد بالك وهيفضل ياخد مضادات لغايه ما يجيله قرحه في المعده ويدخل يعمل عمليات قرحه المعده وينسى الباتش بين شويه وبقى تلاقيه عمال بيلف لغايه ما يقع في ايد حد شاطر زيك ويقول له ام ار ويبص على الدكتور فلافا وليها بروتوكول ويعمل له حلول بقى جراحيه هنا بص اهو ده اللي جبته فلافا اهو بيبقى هايبر بروفايل ممكن يضغط على السبايرال كورد شوف الحظ بقى عنده هايبر بروفايل اللي جبته فلافا وفي نفس الوقت ديسك بروفايل شوف الحظ خد بالك يعني ده فعلا زي انسان مسكين الساكرو اليا جوينت دي برضه من الجوينتس اللي هي مرتبطه بالفرتبرا الكولم اللي بتبقى مهمله ومنسيه. الساكرو اليا جوينت يا بيحصل فيه انفلاميشن واخد بالك؟ لاسباب كتير منها سوء الاستخدام. انت عارف ساعات في ناس كده تبص تلاقي ذاكر قاعد ازاي؟ قاعد متقرفص في الكرسي بتاعه كده وعلى جنب. فاهمني؟ وتلاقيه قاعد كده ساعه او اثنين او ثلاثه. تلاقيه قايم ويعمل كده يوميا. واخد بالك؟ او ممكن يكون هو قاعد بيتسولف ومتكهوى نايم على جنبه وما بيغيرش بوزيشن عارفوا الكلام ده اوسخ حاجه بعد سبع ثمان جلسات يبص يلاقي الساكرو ايليك جوينت بتاعه بقى عامل كده الساكرو ايليك جوينت بين الساكرم والاليم ده على فكره موديفايد بلين ساينوفيال جوينت وده قوي جدا وثابت جدا لان بيتنقل من خلاله البودي ويت وله ثلاثه ليجمنت انتيرو ساكرو ايليك ليجمنت وبوستيرو ساكرو ايليك ليجمنت وانتر ارتيكولار ساكرو ايليك ليجمنت. طبعا بيحتاج علاج طبيعي برضه بيحصل فيه تيبس وبيحتاج ان هو يتفك. بس عشان كده في منه بزنس. قلت لك وهيجي لك منه بزنس ان شاء الله. طيب. ساكرو سباينس اند ساكرو تيوبرس ليجمنت. حبي بس تسمع الاسماء دي وتشوفها. بص الساكرو سباينس جاي من الاسكال سباين ماسك في الساكرو والساكرو تيوبرس جاي من الساكروم ماسك في الاسكال تيوبرس الاثنين دول يا ولادي اللي ماسكين لك الساكروم ان بليس يعني ايه؟ محدود يعني ايه؟ يعني دول لو اتقطعوا لا قدر الله هتلاقي الساكروم يعمل رفرف ورا تشيل واحد وراك زي الاتوبيس زي الموتور بايك الريس اللي هي هارلي دافيدسون فده اللي ماسكهم الاثنين وساعات بيحصل فيهم انفلاميشن برضه واخد بالك فبرضه عشان تبقى انت مر عليك الاسم الساكرو تيوبرس ماسك الساكرم في الاسكال تيوبرستي والساكرو سباينس ماسك الساكرم في الاسكال سباينس
اهو شوف واربطه حديديه يعني مش اي كلام حاجه جامده جدا يعني ساكرو سباينس وساكرو كيك ماسلز اوف ذا سباين عندنا ماسلز اوف ذا باك اوف ذا نيك هنفوت من فوق لتحت بسرعه مجرد يعني اسامي واكشنز بص يا ولاد اي عضلات في الخلف المين اكشن بتاعها اكستنشن اوف ذا سباين يعني اكستنشن واحد يقول لي انا هستخدم يعني الاكستنشن في ايه؟ طب ما انا يعني اقعد اعمل كده انت اساسا وانت واقف كده اكستندد والاكستنشن از اجينست جرافيتي يعني ايه؟ المفروض لو انت واقف كده وسبناك مع البودي ويت بتاعك مع الاكسس اوف جرافيتي هتقع على وشك مين اللي بيمنعك انك تقع على وشك؟ اكستنشن اوف ذا سباين يعني هما ان اكشن اول ذا تايم ولا لا؟ they are in action all the time هما شغالين وهم انتي جرافيتي مصر وهم اللي ماسكين تعال نشوف الاسماء هتبقى غريبه عليك شويه لان ما اعتقدش ان احنا فوتنا على حاجات من دي قوي قبل كده. اولا في سوبرفيشال في عضلتين سوبرفيشال دول اللي هم الستيرنوماستويد في الامام والترابيزياس في الخلف دول شفناهم قبل كده. لو شلت الترابيزياس هتلاقي عندنا حاجه اسمها سيمي سباينالس كافيتس وسبلينياس كافيتس وسبلينياس سيرفيسز وليفيتوس كافيتس. بص اي كافيتس معناها ماسكه في السكال في الراس يعني كافيتس. اي سيرفيسز معناها ماسكه في النك سيرفايكال سباين اي ثوراسز ماسكه في الثوراس تمام اي اليو هايبوجاستريك ماسكه في الاليو تمام في الحته بتاعه اللمبر ريش طيب يبقى انا عندي السيمي سباينالس كافيتس وسبلينياس كافيتس وسبلينياس سيرفيسز وليفيتوس كافيتس يبقى انا اول طبقه عند اولاد ستيرنوماستويد وهتكلم عنها لوحدها في الاخر احد الزملاء طلب مني اتكلم عنها شويه حتى اعمل لها سلايدز لوحدها واتكلم عنها في الاخر شويه. والترابيزيس عارفينها بس هي الترابيزيس صحيح ماسكه في الباك اوف ذا نيك والباك اوف ذا هيد بس هي اغلب شغلها ايه؟ ابر ليم يعني ايه؟ لو انت تذكر كان الابر فايبرز بتاعتها بتعمل اليفيشن للشولدر صح؟ والميدل فايبر كانت تعمل لي ريتراكشن واكستنشن اوف ذا سباين برضه. واللور فايبر كانت تعمل لي تبريشن لايه؟ للشولدر وكلها على بعضيها كانت تثبت لي الاسكابيولا عشان الاذر ماسلز اكت. لو تذكر وكانت بتعمل لي اكشن مهم قوي الليفيشن اوف ذا ارم اباف ذا هيد فاكر؟ اللي هي من 90 ل 180 درجه بالتعاون مع واحده مشهوره. سيراتس انتيريور تمام. طيب لو انا غوضت عن كده يعني شلت الستيرنوماستويد والترابيزياس والسيمسمالاس كافيتس والسبلناس كافيتس والسبلناس سيرفيسز والفيتروس كافيتس ادخل على مين؟ ادخل على حاجه اسمها سب اوكسيبيتال تريانجل. وسب اوكسيبيتال ماسل ودي ساعات بيحصل فيها سباز وبتبقى مشكله بالنسبه للعيان فلما يجي بقى انت تقرا التكنيكس بتاعت ازاي تتعامل معاها ما تجيش تقول انا ما شفتش العضلات دي قبل كده هي اساميها رخمه ماشي من قبل ما اقول لك يعني بس عادي يعني ياما شفنا حاجات رخمه مش مشكله بص في اتنين ريكتس واحده كبيره وواحده صغيره فدي اسمها ريكتس ريكتس يعني مستقيمه ريكتس كافيتس ميجر ريكتس كافيتس بوستيريور ميجر والثانية اكيد هتبقى ايه؟ ريكتس كافيتس بوستيريور ماينر ريكتس كافيتس بوستيريور ميجر وريكتس كافيتس بوستيريور ماينر واثنين اوبليكات واحده انفيريور اوبليك او تعالى نسميها اوبليكس انفيريور كافيتس واوبليكس سوبيريور كافيتس يعني سوبيريور اوبليك وانفيريور اوبليك وريكتس كافيتس بوستيريور ميجر وريكتس كافيتس بوستيريور ماينر بص يا اولاد كلهم بص انا خلال اقسم ريكتس كافيتس بيستيرو ميجر مع السوبيرو بليك يعملوا لك اكستنشن اكستنشن الريكتس كافيتس بيستيرو ماينر مع الانفيرو بليك يعملوا لك لاترال فليكشن فاكره؟ لاترال مش لاترال روتيشن لاترال فليكشن والنيرف سبلاي بتاعهم اهو ده على فكره سي 1 وده سي 2 وده سي 3 فهم بياخدوا اثنين من سي 1 شايف هنا المثلث؟ هو ده اسمه سب اوكسيبيتال تريانجل هو ده السب اوكسيبيتال تريانجل وعند ريكتس كويتس بستير ميجر ريكتس كويتس بستير ماينور سوبيريور بيك وانفيريور بيك طيب ماسلز اوف ذا باك اوف ذا ثوركس لو تذكر قلنا كان عندنا الترابيزيس واللافيسموس دورزاي صح؟ شيل فاكر الثلاثة دول؟ ليفيتوس كاميلي رومبويدس ماينور رومبويدس ميجر تمام ده انا عندي اه شباب ترابيزيوس وعندي لاتيسموس دورزاي وعندي الدي بلاير اللي هم الليفيتوس كابيلي والرومبويدس ماينور والرومبويدس ميجر تعال نعمق عن كده
الاقي فاكر السيراتس انتيريور في سيراتس بوستيريور بس اثنين بقى مقسومه اثنين يبقى دي هتبقى شكلها ايه؟ الف اسمها معايا كده سيراتس اكيد سيراتس ايه؟ بوستيريور صح؟ بس ايه؟ سوبيريور طب ودي؟ سيراتس بوستيريور دولت بيعملها ولا دي بتعمل اليفيشن للريبس ودي بتعمل ديبريشن للريبس يعني ريسبيراتوري موسل اليفيشن للريبس لما تستخدم الريسبيريشن ديبريسورز للريبس يعني اكسبيريشن يبقى السيراتس بوستيريور سوبيريور سيراتس بوستيريور فين؟ يبقى لو انت جيت تراجع كده بسرعه مع نفسك يبقى انا عندي في الباك اوف ذا نيك في الباك اوف ذا نيك عندي ستيرنوموستويد وترابيزيوس شيلو سيبس باينالس كابيتس سبلينس كابيتس سبلينس سيرفيسس ليفيتروس كابيتس شيلو سب اوكسيتال جروب ريكتس كابيتس بوستيريور ميجور ريكتس كابيتس بوستيريور ماينور سوبيريور اوبليك انفيريور اوبليك طيب خش شلنا بعد كده طلعت لي السيراتس بوستيريور سوبيريور والسيراتس بوستيريور انفيريور شلنا كمان طلعت لي عضله كده اولاد اسمها ليفيتور كوستارم ليفيتور كوستارم دول 11 بيرز يعني 11 زوج يبداوا من الفيرست سيرفايكال ويمسكوا في الريب اللي تحتيهم لغايه ال 11 ال 11 تي عشان تمسك في الريب ال 12 هي اسم على مسمى ليفيتور كوستارم يعني ايه؟ ليفيتور اوف ذا ريبس تمام؟ ليفيتور اوف ذا كوست يعني ريب طيب تعال بقى لشغلك انت بتاعك بقى رسمي بقى اللي انت بتشتغل عليه كتير اللي هي الاكستنسورز اوف ذا سباين اللي هي الاريكتور سباينيه ماس اوف ماسلز لان هي مجموعه مكونه من ثلاث عضلات داخليين والثلاثه كل واحده فيها ثلاثه بس ما تقلقش طيب اولا الماس اهي كلها على بعضيها اسمها اريكتور سباينيه تعال نفصصها بص هلا حست كده طبعا دي انت عارفها ريكتس دي اسمها اللي هي السيراتس بوستيريور سوبيريور والسيراتس بوستيريور انفيريور بص هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثه صح؟ يبقى الريكتور سباينيا اولاد عباره عن ثلاث شرايط طوليه الميديال منها اسمها سباينالس انا هحلها لك ببساطه شديده جدا ما تخافش الميديال منها اسمها سباينالس والوسطانيه اسمها لونجزمس اهي كلها على بعضيها اهي اريكتور سباينيه ومصر اريكتور يعني تجعلك تقف منتصبا يعني هي ايه؟ اكستنسور اوف ذا سباين تمام؟ طيب الداخليه قلنا اسمها ايه؟ سباينالس اللي هي اللي في الوسط اسمها ايه؟ لونجزمس اللي بره اسمها ايوبستاس طيب بص بقى معايا السباينالس اذا كانت ماسكه في الراس اسميها سباينالس كابيتس واذا كانت ماسكه في الرقبه اسميها سباينالس سيرفيسس واذا كانت ماسكه في السوركس اسميها سباينالس سوركس يبقى كده المساله بسيطه خالص صح؟ يبقى انا عندي ايه؟ اهي اريكتور سباينيه ما حدش يقول لي اريكتور سباينيه ده صعبه مش قوي اريكتور سباينيه عباره عن ماس اوف ماسل هم اصلا كلهم اكستنسورز وبياخدوا النيرف سبلاي بتاعهم من الدورسال ريماي بتاع كل السبالان نيرف كلهم في منطقه يعني كلام فارغ مفيش حاجه هما ايه بقى ثلاث شرايط شريط داخلي اسمه سباينالس بس الداخلي ده متقسم لثلاثه اذا كنا في الراس ماسك في الراس كبيس ده سباينالس كبيس اذا كانت في الرقبه سباينالس كبيس اذا كنا في الثوركس ومفيش منها في اللامبر ريجن طيب تعالى معايا تحس ان هي بدات تبتسم تبقى موجوده يعني بس هي رودومنتال يعني ثانوي اللونجزمس اذا وصلت معاه للراس اسميها ايه؟ وهي بتبقى في الراس اصلا رودمنتال بتكون صغيره. اسميها لونجزمس ايه؟ كابيس. واذا مسكت في الرقبه لونجزمس سيرفيس. واذا مسكت في الثوركس لونجزمس ثوراكس. طيب نيجي للايليوكوستالس. الايليوكوستالس عكسه موجوده في اللمبر ريجون. عشان كده بسميها ايليوكوستالس لامبورم. لكن في الثوركس ايليوكوستالس ثوراسس. وفي النيك ايليوكوستالس سيرفيس. ادي الاريكتور سباينيه بمنتهى البساطه تمام طيب انا عايزك برضو تشوفها يعني كمان مره عشان برضو الحبايب يعني بص يبقى اللي جوه دي ماده اسمها ايه اللي هي اللون البنفسجي دي دي كلها على بعضيها اسمها ايه اريكتور سباينيه مين اللي جوه سباينيز مين اللي في النص لونجزمس مين اللي في الطرف الاكستنس السباينيز كام جزء ثلاثه اللي هم ايه سيرفيسز ثوراسس طب واللينجويزمس نفس القصه
سيرفيتس سيرفيتس سوراسيس. الاليو كوستاليس بقى العكس لامبورم سوراسيس سيرفيتس. عايزك برضه تشوفها على الجسم مش هتلاقيها عامله ازاي. يعني لو انت عندك عيان وانت هتعمل له حاجه في الاريكتور سباينال اللي في النص ده بقى بنسميه ايه؟ ميديال فارو. ميديال فارو اللي هو الشق اللي في النص ماشي؟ مش في كلنا عندنا ده سواء كنا دخلنا او رفيعين عندنا ميديال فارو. On each side of the furrow تلاقي مين؟ لو لقيت كتلة عضلية كده جنبيها مين ده؟ ده الاريكتور سباينين. لو انا بتكلم عن الجزء الداخلي خالص منها يبقى دي مين؟ سباينالس في الوسطاني لونجيزيوس في بره. سهلة؟ سهلة خالص. ولو جيت تقارنها بقى بص دي اللاترال بوردر بتاع الاريكتور سباينين دي طبعا الجوزيس ماسك. لو جيت تقارنها بالباقيين بالباقيين انت قول لي مين دي؟ الاتيسموس بالظبط. مين دي؟ الترابيزيوس. يبقى مين دي؟ بس خلي بالك هي ديب ليهم، هي ديب ليهم تمام؟ طيب ده الاتيسموس ترزاي. اول واحده اول واحده سوبرفيشال خالص مين فيهم؟ ترابيزيوس. تحت الترابيزيوس متدفق تحتيها الاتيسموس ترزاي. انزل تحت خالص الاتيسموس ترزاي الاقي ايه؟ الاريكتوس باين. فين تحت الاريكتوس باين حاجه؟ اه طبعا في حاجه اسمها مالتي فيبرس هنشوفها دي اخر حاجه. طيب المجموعه اللي تحتيها بقى لها اسم ودي برضه معروف عن الوقفه يقول لك ايه؟ ذا سباينو ترانسفيرس جروب. ذا سباينو ترانسفيرس جروب دي مشهور زمان ان هم دول في دور روتيشن اوف ذا سباين فاهمني؟ لا هم اكستنسور اوف ذا سباين برضه لان الاكستنسور اوف ذا سباين ده مهم جدا لحياتنا مهم انك تقف على حيلك ومحتاج منه انت درجات كتير حسب انت ما انت شايل حاجه حسب شايل حاجه مش ساعات بتشيل حاجه كده وتمشي بيها. لو الاليكتر سباين بتاعتك والحاجات اللي ورا دي مش قويه الحاجه اللي انت شايلها تاخدك وتنزل صح؟ ما بتنزلش ليه؟ لانهم فيري فيري سترونج اتس ماتر اوف لايف. طيب امال ايه حكايه الروتيشن دي؟ اكتشفوا ان له رول في الروتيشن للمالتي فيكس بس. وصديقنا بتاع اللمبر لانه اللمبر سباين واكتر سباين بيشتغل وهي ما بتشتغل يعني الروتيتورز لا تعمل خالص في منطقه اللمبر ريجن بتاع الروتيتور ولا السيم سبلات زي ما هنشوفها دلوقتي ما بيشتغلوش هنا كلهم بيشتغلوا ايه فوق. المالتي فيتس الوحيده اللي بتشتغل روتيشن في اللمبر ريجن بدرجه او درجتين تخيل اتس نوتنج لكن اغلبهم ايه؟ اكستنسورز تمام؟ يعني سواء كنا سوبرفيشال جروب اللي هي ريكتور سباينين اكستنسورز شفنا السباين ترانسفيرس برضه برغم ان اسمهم روتيتورز انما هم برضه ايه؟ اكستنسورز. طيب تعال نبص عليهم. تعال نشوف الروتيتورز. الروتيتورز عضلات صغيره جدا بتمتد يا اما من سباين لترانسفيرس بروسيس بتاع فورتيبرا تحتها يعني يا اما من سباين وتفوت واحده تفوت سباين وتروح للترانسفيرس بروسيس اللي تحت تحتيها. فدي بسميها روتيتور بريفس يبقى ده اسميها روتيتور ايه؟ لونجس صح؟ يبقى روتيتورز عباره عن روتيتور بريفس وروتيتور ايه؟ لونجس ودول موجودين على طول الفرتبرا الكولمي من اول الرقبه لغايه الصدر لغايه نمبر 5 تمسك في الصدر. ودول يا اولاد اسمهم روتيتور صح؟ روتيتور بريفس روتيتور لونجس لها رول في الروتيشن اصغر من ان يكون لها رول في الروتيشن. امال الرول بتاعها الرئيسي في ايه؟ They are small extensors of the spine. تمام؟ دي حاجة. بص بقى على العميق اللي هي المالتي فيبرس. أولا دي عضلة ضخمة جدا موجودة من أول الرقبة لغاية الصدر. لو أنت تلاحظ بتلاقيها طالعة من السايدز أوف ذا سباين صح؟ هي بتطلع لغاية من السايدز أوف ذا سباين وتنزل تنزل تمسك في ترانزفيرس بروسيس تحت. لو تلاحظ في الرقبة بتطلع من سباين وتنزل تمسك في خامس او سادس ترانزفيرس بروسيس ده معناه الفايبرز اللي موجوده في النك بتاعتها طويله لكن لو انت جيت تبص في السوركس او في اللمبر ريجون لا بتطلع من سباين تنزل تمسك في واحده او اثنين تحتيها هي ليها رول في الروتيشن فهذا يعني ان الرول بتاعت الروتيشن الاكبر بتاعتها فين؟ سرفايكل تمام؟ يبقى الرول بتاع الروتيشن بتاعتها سرفايكل وليمتد فين؟ في الثوراسيك وتكاد تكون نل فين؟ في اللمبر.
الأساسية الثلاثة بتاعتهم كافيتس وسيرفيسس وسوراسس ما عدا دي ليها لمبورة. طيب دي بقى اللي هي المالتي فيتس اهي بتطلع من فوق لغاية تحت ودي اكستنسور ورونيتور أيضا بالذات في منطقة السيرفيكال ريجن وقليلا في من 6 ل 7 درجات في السوراكس ومن درجة لدرجتين في اللمبر ريجن. بس على فكرة كل الحاجات دي ممكن لو احنا مثلا بنلعب جيمناستكس او احنا مثلا ناس متخصصين في حاجات معينه ورياضات معينه او اللي هو البريك دانس والحاجات دي، الحاجات دي ممكن تنميتها فاهمني؟ بس احنا بنتكلم عن الناس اللي هم الايه؟ النورمال ماشي؟ بس عايز اقول طب ازاي دول؟ في عندي بقى سيمي سباينالز اللي هي المجموعه الثالثه نفس القصه اللي في عندي سيمي سباينالز ثوراسز وسيمي سباينالز سيرفيسز وسيمي سباينالز ايه؟ كافيتس ودول برضو ايه؟ اكستنسورز ودول برضو اكستنسورز وعندهم سام روتيشن. طيب في حاجه بقى اسمها انتر سباينالس وانتر ترانسفيرس ماسلز او زي اسمها انتر ترانسفيرسال. طيب ايه الانتر سباينالس دي؟ بص بقى سبحان الله يعني بص شبه اللامبرجل، فاكر اللامبرجل ماسلز اللي كانوا في الهاند وشبه الناس اللي هم بتوع الاوبتومتري شبه الاكسترا اوكلر ماسلز. الانتر سباينالس اهي والانتر ترانسفيرس في ثلاثة انتر ترانسفيرس، في انتيريور انتر ترانسفيرس وفي لاترال انتر ترانسفيرس وفي ميديال انتر ترانسفيرس وفي بوستيريور انتر ترانسفيرس اللي اسف انتر سباينالز. دول بقى ما لهمش علاقه بالحركه خالص. امال ايه دول؟ تتوقع ايه دول؟ صباط. انا ازاي اسمع حد يقول حاجه؟ صباط. ايه؟ صباط. سبورت؟ لا. افاجئك؟ ها؟ طب لا زلنا؟ لا. بروبروسبشن. تخيل؟ عشان تعرف انت بتزود بمجسات قد ايه؟ ماسلز شبه اللمبركه ماسلز فيري ريتش ان ماسل سبندلز، الماسل كلها ماسل سبندلز. علشان تدي سنس للحركه بتاعت السباين. تنقل على طول السيربيلم والسيربرال كورتكس يظبط حركتك فوريا ويظبط لك الاكوليبريم والبوزيشن بتاعك. يبقى الانتر سباينالس دي بروبروسبتيف ماسلز والانتر ترانسفيرس دي برضه بروبروسبتيف ماسلز. هل اذا ايه الماسل دي؟ ايه الماسل دي؟ دي حاجه اسمها كوادريتس لامبورا هنقولها شويه دلوقتي ودي اسمها سوس ميجر ماسل. ودي الانتر سباينالس ودي الانتر ترانسفيرس انتيريور ودي الانتر ترانسفيرس لاترالس ودي الانتر ترانسفيرس ميديالس. ودي سواس ميجر ودي كوادريتس لامبورا. ايه بقى كل اللي انا قلته ده ولاد كل اللي انا قلته ده كان سباين ايه؟ ستنسورز. مين بقى السباين فليكسورز؟ طبعا الفليكسورز اللي هم اسمهم مختلف بس بتوع الهيب انما الباقيين هتلاقيهم هتلاقيك عارفهم عاديين يعني. فليكسورز اوف ذا نيك في حاجه اسمها لونجس كابيتس ماسل اهي وفي لونج زيها بالظبط اختها لونجس سيرفيسس لونجس كابيتس ولونجس سيرفيسس وفي حاجه اسمها سكالينس انتيريور وسكالينس ميديس وسكالينس بوستيريور. بس خلي بالك ان هم كلهم بيشتغلوا بطريقه واحده. ازاي؟ يعني لو اثنين لونجس كابيتس اشتغلوا يدوا لك الفليكشن، لكن لو واحده اشتغلت تدي لك اللاترال فليكشن. فاهمني؟ يعني بيدي لك الفليكشن او اللاترال اي فليكشن حسب يونيلاترال او باي لاترال. طيب الاسترنوماستويد بقى هل دي فليكسور؟ هل الاسترنوماستويد فليكسور اوف ذا نيك؟ يس. It is فليكسور اوف ذا نيك. هل الاسترنوماستويد اكستنسور اوف ذا نيك؟ يس. This is extensor of the neck. ودي حاجة من الحاجات العجيبة جدا، عضلة تديك التو اكشنز. علشان كده لو تلاحظ الاسترنوماستويد متغذية عصبيا منين؟ واخدة السباينال اكسسوري الكرينيال نيرف رقم 11 جاي من المخ شخصيا. وكمان ليها سي 3 وسي 4 من السيرفايكال بلكسس يعني ريتش سبلاي وذ نيرفز لان الاكشن بتاعها خطير ومهم بحمايه الانسان. يعني هو اللي يخليك تاخد بالك من الطريق تاخد بالك من اللي جالك من هنا من اللي جالك من هنا بتعمل فليكشن وبتعمل اكستنشن وبتخليك تلوك تو ذا اوبزيت سايد لوك تو ذا اوبزيت سايد. طيب وهي طبعا عضله مشهوره وبتبان على طول وبتارايز بتو هيدز من الكلافيكل ومن الاسترنال كلافيكولار هيد واسترنال هيد وتروح تمسك في الماستويد بروسيس فوق وتخليك تبص الناحيه الثانيه لو كنت راكب على ناحيه واحده زي ما تشوف دلوقتي. دي الاسترنال ماستويد. الصوره دي حلوه في ايه؟ في الراوند تندون في الراوند
tendon of the sternal head of the sternocleidomastoid وفي الفلات tendon of the clavicular head. وطالعين قوي وطالعين تسكين وخلت هتبص الناحية تعرفين طبعا. طيب اول بص ادي اللي هو الراوند تندون اللي هو بتاع الاسترنال هيد وادي الفلات تندون بتاع الكلافيكولار هيد وادي الاسترنال. دي الماستود بروسيس العظمه الجامده اللي ورا ودنك دي الماستود بروسيس وده كتفك قرب الاثنين لبعض هو ده الاكشن بتاع الاسترنال ستور. خدت بالك؟ طيب عشان هقول لك على حاجه برضه لان في ليك دور مهم قوي كفيزيوثيرابيست في حاجه هتيجي دلوقتي حاله كده. بص when the two muscles acting together الاثنين يشتغلوا مع بعض بس بشرط ان اللي يشتغل الانتيريور فايبرز يعمل لك ايه؟ فليكشن. طيب لو الاثنين اشتغلوا مع بعض برضه لكن البوستيريور فايبرز اللي اشتغلوا يعملوا لك اكستنشن. طيب لو واحده بس اللي اشتغلت when one muscle acts alone it turns the face to the opposite side هتخليك تبص الناحيه الثانيه. هنا ده عم شوف طبعا هي واضحه جدا بس هي ده مش التيبيكال اكشن. المفروض مش يبص الناحيه الثانيه بس لا وشويه من ايه؟ فوق لازم يبص زي ما قلت لك قرب الماستويد للشولدر اهي. طيب في حاله اسمها تورتي كولس سمعت عنها؟ كولس يعني ايه؟ لا جاب الكوليه، عارف الكوليه اللي الستات بتلبسه؟ كوليه. ما هو كوليه معناها رقبه. كولس معناها رقبه، تورتي معوج، الرقبه المعوجه. ساعات الدكتور بتاع الولاده بيبقى عنيف. خد بالك؟ زي ما قلت لك انا مهنه النساء والولاد دي مهنه رجالي، مش مهنه حريه. فساعات البيبي نازل معصلك معاه شويه. الواد ايه يعني نازل حشره كده فيقوم يشد بعنف يصل العنف لدرجه انه يقطع له الاسترنوماستوري او يعمل له فيها نزيف على الاقل ثم يحصل في هذا النزيف تليف فتقصر العضله او يحصل فيها سبازم فيبقى البيبي نازل لك عامل كده. وطبعا اهله لو مش مثقفين هيقول لك ايه بسم الله ما شاء الله بصص من خلال ينفع يتعمل لها حاجه. لان لو انت ظبطتها بقى ساعتها هيحصل
ممكن بعض الحالات اللي بيحصل فيها دبل فيجن ممكن حد يقول انا عاجز ماشي مش مشكله، في حاجه اسلم عليه اسلم على الواقف جنبه مش مشكله، بس بعد فتره هيبدا المخ يعمل ايه؟ يهمل لوحده. يعني في عين المخ هيقفل ما يعملهاش سويتش اوف. دي اسمها امبليوبيا. امبليوبيا معناها ان المخ اهمل هذه العين. واخد بالك؟ تبقى هي عين بس كده شكل. لكن تيجي تعمل كده تبص مفيش. المخ قفل. هي سليمة بس المخ قفلها علشان يحمي نفسه من حكاية الايه؟ طب انا ده كله ليه؟ طب انا يبقى عندي دكتور كويس وشخص لي في غرفة الولادة فورا ان دي هي تريل سندروم ووديها لمعالج فيزيوثيرابي حالا. افرض الراجل بتاع الفيزيوثيرابي فشل وما عرفش معاه، نعمل ايه؟ سيرجري. سهلة جدا. اقطع حتة سارتوريوس، حتة جراسيلس، ما انتوا عارفين الحاجات دي ممكن ناخد منها. واطول بيها العضلة القصيرة. وعلى فكره برضه عشان ما نظلمش الدكتور ساعات بتبقى جينيتك، يعني هو اصلا بتبقى فايبروز، يعني الطفل موجود بيها شورت طبيعي، مش الدكتور اللي عامله. وساعات اولاد بتبقى حادثه اكسيدنت بتحصل لواحد وهو كبير. anyway ما ينفعش نسيبها، خد بالك ما ينفعش نسيب ري سندروم، it must be true عشان نحافظ على الفيجوال ايه؟ اكسس. في طبعا دي اسمها ري سندروم او دي بتلاقي فيري شورت استرنوستال. تخيل وقت دي اتثابت لغايه ما وصلت السن ده او السن ده او راجل قراعة خلاص وفضل كده ما اقدرش اعمل فيه حاجه هيفضل كده. طيب فليكسورز اوف ذا ترانك نفسه بقى اللي هي المسلز انتيريور جنبال هو اشهر حاجه مين؟ الريكتا سبتومس هي اللي بتخليك تعمل فليكشن تمام؟ زائد المسلز اوف ذا ابل. في عندك اولاد ثلاث طبقات في المسلز ابل اكسترنال وبيك الانترنال دي ترانزفيرس كلهم بيعملوا فليكشن ولو اشتغلوا على ناحيه واحده يعملوا لاترال روتيشن. لاترال روتيشن اهو ريكتس ابدومس والاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانزفيرس ابدومس جايبين لك برضه صوره شبابيك اهو. الشباك الاول اكسترنال اوبليك سوري اكسترنال اوبليك، الشباك الثاني انترنال اوبليك، الشباك الثالث ترانزفيرس ابدومس. طبعا موجود في الاول مين؟ الريكتس ابدومس. لما تعمل فليكشن بتنزلك كل خلفك. طيب الابدومينال وول برضه البوستيريور في ثلاث مرات بيعملوا فليكشن للسباين. في اللمبر ريجن بقى يا معلم. كان في اللي هي الاغنيه اللي انتشرت اللي بقت مليارات اللي شايفين دي اسمها ايه؟ اللي عمل منها نسخه سعودي. ايوه اسمها جانجم ستايل. بيعمل حركات باللمبر ريجن حركات قذره كده. اللي بيعملهم انت دلوقتي بتذاكر اي حركه قدامك هتذاكر عليها عادي. ده علم بقى. هتبقى قاعد كده بقى وانت بتسوله في القهوه وقاعد على جنبك من البيت وقاعد تعمل التهاب في الصدر ويجي جيرن في القهوه. والله هذه سوى ميجر مع كوادريتس مشهور. ادي السوى ميجر اهي. ادي الالياتس اهي. ادي الكوادريتس لامبورم. كوادريتس لامبورم. على فكره الكوادريتس لامبورم مختلف عليها لغايه النهارده. على الرقص. هي دي بتاعت الاخ ابو لمبر. مختلف عليها. ف يعني في ناس بيقولوا ان هي ممكن تعمل الاثنين، يعني تعمل فليكشن وتعمل اكستنشن. على نظام كده الاسترنوماستوري. انتيرو فايبرز وستيرو فايبرز. بس دي مجرد اراء يعني. الانتيرو فايبرز بتعمل فليكشن اوف ذا سباين فعلا في اللمبر ريجن. والبوستيرو فايبرز بتعمل اكستنشن وهي المسؤوله عن ما يسمى باللمبر لوردوزس. تسمع عن اللمبر لوردوزس؟ عارف الست لما تبقى حامل وتمشي في الوادي جيت؟ ده اسمه لمبر لوردوزس. مين اللي بيشد السباين ورا كده عشان تخليها بعيد عن الجرافيتي وما تقعش؟ الكوادريتس لامبورم. ماشي؟ طيب هي لو اشتغلت من فوق الثلاثه دول اللي هم السوس ميجر والالياتس بالذات هيعملوا لي فليكشن للهيب جوينت، ولو اشتغلوا بالعكس هيعملوا لي فليكشن للترنك. خد بالك؟ لا بشرط ان الاثنين يشتغلوا يعني. ولو اشتغلت واحده فيهم على جنب هتعمل لي لاترال فليكشن في الاسباين. طيب ايه البروبر بوزيشن بقى وين؟ ايه رايك في الراجل ده؟ واقف صح؟ لا ده سوين باك. في عين بتقف كده؟ ده اسمه سوي باك. غلط. الصح ده
بس في حاجه كده زي دول لعيبه بتوع الكودي بيلدينج بتوع اصحاب الاسنان زي ما شباب عملت كده هو يعني ايه؟ يعني شكله مضحك بس هو فاكر نفسه ان هو كده سكسي سكسي يعني جذاب هو جذاب برضه اسمه لمبر لودوجيس لو عرفت الراجل ده تخيل كده بالذات بالذات انه بيتعلم في اعدادي وثانوي يا ابني اعمل نفسك كيفوزس ده اسمه ثلاثي كيفوزس طيب ايه المشكله؟ غلط خلي بالك على حاجه كبايو ميكانكس يعني لو انت راسك نازله من على المحور بتاع جسمك محسوبة على جسمك 19 كيلو جرام. لو انت رافعها وماشي طبيعي 4 كيلو جرام. عشان كده في ناس يقول لك ايه؟ ده انا رقبتي بتوجعني، ده انا متبهدل، مش عارف ده انا بقعد على المكتب كده، والفكره انه ايه؟ وهو ماشي بينسى نفسه وتلاقي راسه مدلدله لقدام. شيل راسك على كتفك. بس ما تعملش لمبر بردوزس يعني ايه؟ خليك زي ده. ده النورمال بوستشر. واخد بالك وده الجرافيتي كده مظبوطه راسك مع السباين مع الساكرويليا جوينت مع الفيبر مع التيبيا مع الفوت كده تمام. حاول تتدرب على الوقفه دي لو انت مش بتقف كده. عشان تحمي نفسك من اي بينز لما تكبر. ايه الموفمنتس اوف ذا سباين؟ بسيطه جدا. كل اللي احنا قلناه دول فليكسورز واكستنسورز ولاترال روتيتورز ولاترال فليكسورز. صح؟ مش اكتر من كده. ده الفليكسر والاكستنسور اوف ذا سباين. وده اللي بنقول عليه اللي هو السايد بيندنج او اللاترال فليكشن وده الروتيشن يا يمين يا ايه؟ يا شمال تمام؟ طيب بس احنا بنتكلم عن الناس الايه؟ النورمال محدش يقول لي بقى وطبعا في اللي هو الروتيشن لها ليميت يعني بص لو اللاترال بيندنج لغايه 35 درجه مقبول ولو روتيشن لغايه 30 درجه مقبول بس محدش يسالني عن الناس اللي هم اكتر من كده يعني ده ناس بقى مش طبيعي محدش يقول الست دي بتعمل ايه؟ فين السباين هنا؟ ده اللي جيني يعني في ده اكستنشن ولا فليكشن؟ اكستنشن صح؟ او كده The spine has potentials. ماشي؟ بس ده الواحد لو عمل حركة زي كده هالانتنسيف كير على طول فراكشر سباين. هنا اكستنشن ولا فليكشن؟ اكستنشن شايف بص تحس فعلا موجود غلام يوكلاس بربوزس بس اشكرك يا شباب